نعم أعزائي الحضور، ننتقل معكم إلى محاضرتنا الجديدة بعنوان إطلاق مشروع القرية العلمية، نبدأها مع سعادة الدكتور معاذ عبد الوهاب. وإليكم أعزائي الحضور نبذة مختصرة لسيرته الذاتية. سعادة الدكتور معاذ عبد الوهاب الفهد رئيس اللجنة العلمية في قسم وقاية النبات حالياً، حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة البصرة من كلية الزراعة قسم وقاية النبات، وشهادة الماجستير في وقاية النبات جامعة البصرة في قسم وقاية النبات، وشهادة الدكتوراه فلسفة في أمراض النبات فيروسات من جامعة بغداد، وشغل العديد من المناصب الإدارية، ومحاضر بقسم وقاية النبات وتدريسي بفرع وقاية النبات، وعمل لمدة 6 سنوات كمهندس زراعي فني تجاري، وأيضا كمسؤول قسم، وله العديد من النشاطات البحثية السابقة والحالية، ونشر العديد من البحوث في مجال الأمراض والفيروسات والبكتيريا والمناعة، وأيضا لديه العديد من هذه البحوث، أبرزها الإشراف على مشاريع تخرج عدة طلاب عن الأمراض النباتية والإدارة المتكاملة لمقاومة فيروس TYLCV تحت ظروف البيوت البلاستيكية، وبحث عن التحري عن الأدغال الحاملة لمرض BYDV في حقول الحنطة والشعير، والعديد من البحوث أيضاً منشورة في جامعات محلية ودولية. وسيقدم لكم حضورنا الكريم مشاركته العلمية القيمة، فليتفضل سعادة الدكتور معاذ مشكورا ومأجورا. تفضل سعادة الدكتور، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح. نعم دكتور. أهلا ست صفاء، بارك الله بيك، أهلا شكرا بك. على هذا التقديم، وأهلا وسهلا أيضا بزملائنا الأعزاء، وأيضا أستاذ الدكتور سيف وباقي الأخوة والأخوات والضيوف الأكارم. أنا حقيقة الآن راح أستخدم الموبايل لأن أعطاني تحديث بجهاز اللابتوب، ف راح إن شاء الله على ما يفتح لي التحديث راح نبدأ نتكلم من خلال الموبايل إن شاء الله. تمام، إن شاء الله ماكو مشكلة. هي عرضها نعم مساء على سيتم الدكتور. المشاركة. نعم نعم، راح أحاول أعرض الشاشة. يمكن التحديث الجديد أختار ال إذا تحب دكتور، عفوا دكتور شير معاذ، نعم هو في شير، في شير سكرين. شير أوكي شير، لا هذا ما ينطيني أي سكرين. أوكي، البدء الآن. نعم تمام، تفضل، نحن ظهرت نشاهد. الشاشة الآن واضحة إن شاء نعم الله. نشاهد ما نقال الآن. تمام، تمام، إذا تدوس على تقديم دكتور يمكن حتى تصير أكبر، لأن حاليا صغيرة تقديم. الآن. تمام 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 الآن تفضل. تمام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني الأعزاء. موضوعنا اليوم حقيقة من المواضيع الشيقة في نفس الوقت، وفضلا عن كونها يعني علمية وأيضا اقتصادية، يعني تشمل عدة محاور، لكن هذه يمكن المحاور الثلاثة مهمة جدا. والتوجه العالمي نحو هذا الأمر وتبني هكذا مشاريع، يعني طبعا يدخلون معاها الذكاء الاصطناعي، يدخلون معاها الانترنت اوف ثينكس الاي تي، وايضا
يدخلون معاها المشاريع الذكية. احنا حقيقة استثمارا للوقت، راح بعض الشرائح يعني نختصرها كأمثلة فقط، والأخرى ربما نفصل بها شيء، وإن شاء الله الزملاء الأعزاء راح أيضا يدلون بدولهم في هذا المجال. طيب، كيف نشأت هذه الفكرة؟ حقيقة هي كانت يعني فكرة القصد القرى العلمية أو القرى الذكية، أو حتى تسمى يعني عند الغرب أول ما نشأت بالسكن أو المسكن الزراعي. طبعا هي يختلف عن القرية أو يختلف عن النظام الريفي التقليدي إلى تسميتها الخاصة. وحقيقة أول ما نشأ عندما كان هناك نزاعات كثيرة في مجال الأراضي ويعني الدوانم أو نسميها أو الهكتارات بنظام المساحة عند الأمريكان في وقتها عام 1882. لكن احنا ما يهمنا هو نشأة تطورت هذه المسائل إلى أن يقومون بإنشاء أماكن قبل لا تسمى قرى، أماكن خاصة يتم فيها يعني إنشاء نسموه المكان البيئي المتكامل، أو ما يسمى بالإدارة المتكاملة للحياة. هنا يعني يشملون الجانب البيئي النظيف وما يسمى بصداقة البيئة، فضلا عن أنها تستثمر أيضا اقتصاديا. فيعني هو أسلوب حياة لايف ستايل يشمل الاكتفاء الذاتي، وأيضا يشمل الابتعاد عن مصادر التلوث بشتى أنواعها. طبعا مثل ما تعرفون التلوث مو فقط معناه الأبخرة الدخان المتصاعد من المصانع أو عوادم السيارات، لكن التلوث حقيقة حتى الصوت، هو أكو تلوث صوتي، أكو تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث الطعام إلى آخره من الأمور، حتى التلوث الفكري. فهذه هي نظام القرية العلمية، يتخلص من هذه النماذج، لكن حقيقة تحتاج بعض الإمكانيات إذا نريد نطبقها 100%. لكن إذا نريد نبدي كخطوات أولية فالأمر أشوفه حقيقة يسير، وطلعنا على بعض المشاريع في بعض الدول، يمكن راح أذكر قسم منها، حتى بعض دولنا العربية العزيزة يعني طبقت قسم من هذا الأمر. طيب، ما هي الاستدامة؟ طبعا القرية العلمية يعني لا يتبادر للذهن الشخص أنه فقط يعني راح تكون هي قرية بها أجهزة علمية، بها مختبرات، بها ناس باحثين أو أساتذة أو كذا. لا، مو هذا القصد. القصد أن هي متكاملة من كل شيء، على أساس أنشئت على أساس علمية. أهم أساس فيها حقيقة هو الاستدامة، والاستدامة لا تأتي إلا من مصادر طبيعية، سواء من ناحية البناء، سواء من ناحية يعني المواد المستخدمة في البناء، سواء من ناحية الغذاء، سواء من ناحية حتى الأجهزة المستخدمة، سواء من ناحية حتى يعني أنظمة الزراعة المختلفة اللي يمكن راح نتكلم بها بشيء من التفصيل، ولكن نترك المجال يعني للاستفادة من الملف، يكون عندكم إن شاء الله جاهز بعد انتهاء المحاضرة حتى نستثمر الوقت. فالاستدامة هي حقيقة يعني أمر الكل الآن يتكلم به لكن ما فاهمينه بأهميته، ويتم التعامل معه أحيانا من باب يعني مثل ما نقول إبراز العضلات العلمية، خلينا نسميها جانب سياسي، جانب بشكل سطحي إلى آخره. لكن الأمر فيه حقيقة رائع جدا إذا طبق، ونتخلص حتى من كثير من المشاكل الصحية، فضلا عن الجوانب الاقتصادية اللي ما إن شاء الله نضرب لكم بها مثال واقعي في نهاية السلايدات. فالأمور الحقيقة المستخدمة بالبداية هي الأسس، البنى التحتية لإنشاء هكذا مشاريع، وأيضا راح نضرب مثال به. الأسس تأتي من طبعا مواد البناء والمعدات المستخدمة، وأيضا استقطاب الناس اللي راح يكونون موجودين. ما هي الأسس والعناصر؟ الأسس والعناصر حقيقة حتى يعني الاحتياجات المحتاجين للسكن في هكذا أماكن وبيئات العمل والبنية التحتية أن تكون لا تمس ب يعني نسميه الاقتصاد
المستقبلي أو النكست جنريشن، يعني الأجيال المقبلة ما نأثر عليها. طبعا إذا بقينا على التقليد مالتنا الآن، يعني الأمور التقليدية الآن، راح يكون استهلاك قوي تعرفون. وحتى بعض المشاريع اضطرت بعض الحكومات أن توقفها لأنها تستهلك ما عند الأجيال القادمة، مثل ما زراعة الحنطة اللي صارت في المملكة العربية السعودية، وأيضا بعض بساتين النخيل، بعض المشاريع السكنية إلى آخره، يعني اضطروا أن يوقفوها ويقدمون جزء من الخسارة أفضل ما يثرون على الأجيال المستقبلية. فهذا حقيقة شرط مهم، لذلك ظهرت لنا هاي مفهوم القرى العلمية المستدامة. طبعا طبعا البناء كثير من الأمور يدخل فيها، يمكن الأخوان يفصلون به أكثر، هو إدارة المباني، إدارة المواد المستخدمة، تكنولوجيا البناء نفسها، العمليات المستخدمة، الطاقة، موارد الكفاءة في البناء إلى آخره، من هذه الأمثلة اللي ذاكرها لكم، حتى تصل إلى السلامة الشخصية لحتى المشتغلين في هذا الجانب أثناء إنشاء المشروع. تمام. هناك أمور أساسية في بناء أو تصميم هذه القرى، نسميها احنا ثلاثية تحقيق الاستدامة. يعني مثل الكلام اللي سبق، نحتاج إلى الاستخدام، يعني كيف نثقف للمجتمع، وهذا حقيقة مثل ما أيضا يعني ورد إلى سماعي من دكتور سيف، أنه هو الغاية من هذا المحفل أو هذه المحاضرات حاليا في هذا الجانب، هو أن تكون هناك ثقافة عند المجتمع على هذا الأساس، وكيف تكون هناك أمور مستدامة بها، يعني ديمومة هكذا أفكار وهكذا توارث هذه الأفكار الرائعة الإيجابية. وأيضا عندنا نحتاج إلى التصميم، نحتاج إلى الأفكار، نحتاج إلى التوجهات، نحتاج إلى خطط للشروع بالعمل وخطط للعمل نفسه. فضلا عن كلها تصب في مثلث البناء المستدام حتى ينطينا إيش؟ ينطينا الإنشاءات ونبدي بالتنفيذ. طيب ما هو المردود؟ إحنا شنو الفائدة من حقيقة هكذا عقد محاضرات أو حتى نطبق هكذا مشروع؟ ومثل ما قلنا نتكلم باختصار، يعني الهدف هو حقيقة إن هذه القرى تكون مصدر لجذب العلماء والباحثين والمفكرين، فضلا عن المثقفين بصورة عامة. وطبعا هذا شنو يكون، هناك مردود كبير من الكسب العلمي والثقافي، وأيضا يعني يكون مجتمع واعي ومنتج بنفس الوقت. طبعا هذا ربما نجده في بعض الدول الغربية وحتى يجوز بعض الدول العربية، لكن ما بدون حقيقة فائدة مستدامة، يعني لا تكون هناك صداقة بينه وبين البيئة، وتنظيم مدخرات الأجيال القادمة، تلوث البيئة، الأمراض المستعصية إلى آخره، وهكذا نظل نطور جهاز ونطور علاج معين حتى نقضي على مرض معين، وهذا كله أيضا يستهلك من عندنا أمور، يعني تلوث البيئة أكثر للقضاء على مرض حالي مثلا أو حالة نفسية معينة، أو حتى إنشاء بحث أو القيام ببحث علمي معين. فبالتالي هذه حقيقة هدف رئيسي من القرية الذكية، فضلا عن طبعا ان تكون هناك انتاجيه ذكيه وليست استهلاكيه، والمردود الاقتصادي سواء لصاحب المشروع او المستثمر او حتى المتقدم للسكن فيها، راح نشوف شنو راح يحصل في نهايه المحاضره ان شاء الله. طيب ما هي شروط الاستدامه في القرى العلميه؟ هناك طبعا كثير من الامور، يعني الجانب الهندسي على البيئي، يعني المداخل كله تحت مظلة يعني الإيكو سيستم أو الأجريكلتشر سيستم، يعني النظام الزراعي الشامل. يعني مثل عندنا أعمال، يعني الموقع تشمل تحديد الموقع، تكلمنا يمكن قبل المحاضرة بأيام مع الدكتور سيف هذا الجانب، يعني حتى نحدد البيئة في الموقع، شنو هي التقادم أو تبادل الفصول السنة من الأمطار، الثلوج، الحرارة، كذا، كلها لازم تدخل عند إنشاء المشروع. دمج النظم الطبيعية واحترام طبعا البيئة، الغطاء النباتي إلى آخره، من المسائل اللي حتى نقيس كمية أشعة الشمس بأجهزة متخصصة حتى نشوف كيف نصمم هذا البيت ونستفاد من الطاقة الشمسية أقصى استفادة، سواء بالتعقيم أو بتوليد الطاقة الكهربائية
الصديقة للبيئة. أيضا عندنا مواد البناء اللي هي بولدنج ماترز، اللي هي يعني تكون المفروض يعني غير مستهلكة للطاقة، وتحسن إيداء الطاقة أيضا، والحد من مركبات الكربون الانبعاث اللي هو هذا مصدر حقيقة كبير مثل ما راح نشوف بالسلايدات القادمة. بيوتنا كلها حاليا أغلبها اللي هي إيش طبعا تبعث انبعاثات كربونية تعد أو تقدر بنسبة 40%. تصوروا هذه النسبة مو هينة. فإذا تلاحظون قبل بيوت أهلنا وأجدادنا، وربما بعضها لحد الآن موجود، من تذهب للقرية تشوف حتى الجو يتغير رأسا، تشوف حتى يعني النجوم مساعا تشوفها، ممكن تشوف مواقعها وحركتها وكثافتها. أما في المدن فحتى النجوم قامت ما تبين عند حلول الليل طبعا بسبب التلوث الموجود بالمدن. فهذا أيضا جانب مهم. وأيضا يعني يفضل أن تكون هناك موارد متاحة أفضل من الاستيراد، لأن يعني الاستيراد هم راح يدخلنا مشاكل أخرى كثيرة من ضمنها طبعا التلوث. أيضا المواد تكون متجددة على المدى القصير، مواد قابلة للتدوير. طبعا على فكرة حتى الخرسانة اللي ممكن نبني بها منقسم منها ممكن أن يكون قابل للتدوير، وراح يمكن أتطرق على شيء منها ببساطة. أيضا عندنا ما هي الميكانيكيات أو تقانات الاستدامة في القرى العلمية. البناء المستدام يعتمد على يعني مجموعة من التقانات، مثل عندنا ما يسمى بالبناء الأخضر، وعندنا الزيرو بولدينج، وعندنا الأبنية الصديقة للبيئة. هذه كلها لها طبعا يعني فصول ومحاضرات وورش عمل في هذا الجانب، وتطبق على هذه الثلاث محاور. ممكن نختار واحد منها للتنفيذ قصدي، أو نختارها كلها تتداخل في قرية واحدة. يعني مثلا هذه المسائل لها، خلينا ناخذ جرين بيلدينج مثلا، لها يعني تأثير أو تتأثر بالمناخ، يجب دراسة الكربون، نسب الكربون، البروتوكولات الدولية مثل كوتو، وأيضا التنمية المستدامة، أيضا البصمة الإيكولوجية، الطاقة الرمادية، العزل الحراري، إعادة تدوير المباني، إلى آخره من الأمور الخاصة بالجرين بولدنج. ما أدري إخواني الصوت واضح أو لا؟ نعم دكتور نعم واضح. واضح. أوكي إن شاء الله خير. هذه طبعا أمثلة بعض الصور الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا. هذه من البنايات اللي تستخدم بها الجرين بولدنج. ايضا عندنا مثلا بعض المواد، نضرب امثله على المستخدمه في الانشاء بشكل مختصر طبعا، ويفضل ان يكون فيها الخشب رقم واحد، الطابوق التقليدي لكن ضمن مواصفات طبعا لها خاصه، ايضا حتى الحديد والاسمنت الممكن بعض انواعه قابله لاعاده التدوير وتستخدم في امور اخرى داخل القريه نفسها، وايضا البلاستيك اللي هو طبعا اكو الان مشاريع حتى في بعض الدول العربيه ومن ضمنها العراق لاعاده تدوير البلاستيك. يعني شفت كثير حقيقه من المنشات التي اقيمت بهذا المجال، وذلك حتى يعني انقذتني من كثير من النفايات البلاستيكيه. هذا ممكن ان تكون هناك ايضا تستثمر تجاريا، وفي يعني هذه القريه للتخلص من النفايات المسببه للتلوث. فنستخدم طاقة المجسدة، إعادة تدوير، وأيضا المتانة في هذه المواد. طيب الخشب طبعا له تفاصيل كثيرة، لكن أهم ما يميزه هو يعني انبعاثاته قليلة من الغازات الملوثة، وأيضا يعني لا يحتاج إلى تقنيات عالية ومتقدمة جدا في البناء والتصميم وكذا. يعني ممكن حرفيين عندهم دورات في هذا المجال، عندهم مهارة في هذا المجال، ممكن أن يعني يقوم بتنفيذ حسب الخرائط المعدة لهذه البيوت أو المساكن. وأيضا عمليات تصنيع الخشب أسهل من باقي العمليات. أيضا عندنا بالأخشاب يعني الآن أكو توجه كبير جدا عالميا، وحتى بعض الدول العربية في زراعة الخشب المستخدم في الصناعات الخشبية يعني بشكل غابات، وقام تتوفر بذور. يعني أنا مطلع على بعض المشاريع في العراق
وحتى توفر شتلات يعني مشاتل على المستوى المحلي، قام تزرع هذه البذور وتبيعها حتى يعني يبدي ينتظرها، وحقيقة أثمانها جدا غالية بعد أن تنباع كأخشاب. وهذه يعني جربت في كثير في مناطق كردستان العراق وأيضا بعض المحافظات الوسطى. يعني بعض السلبيات يمكن ما يسعفنا الوقت، لكن من ضمنها المتانة، لكن تم حل هذه المشكلة بإضافة بعض المواد مع الخشب أيضا صديقة للبيئة مثل الألمنيوم المعاد تشكيله حتى تنطي متانة أقوى للبناء. أيضا عندنا التربة، تربة الأرض، هذه مهمة جدا من جميع النواحي سواء للإنشاء أو للزراعة. ف يعني التربة حقيقة فيها عدة عناصر، وخاصة إذا البلد بيه تنوع بأنواع التربة ممكن أن تحضر من باقي المناطق لأجل البناء، ويتم اختيار التربة الثابتة لأجل الزراعة. وعلى فكرة حتى لأجل الزراعة ممكن أيضا تغييرها ضمن يعني أعماق مختلفة حسب نوع المحصول الذي يزرع. وهذه كلها الصب وين؟ الصب إنك أنت تستخدم المواد المحلية، تمام؟ يعني المواد الخام تكون هي متوفرة بكثرة، أيضا تكون قريبة من موقع القرية، أيضا معالجتها بسيطة، مكوناتها تقريبا غير سامة، وأيضا السماكة مالتها والثيكنس يعني على العزل الحراري حقيقة شيء رائع جدا بالنسبة للأخشاب. وممكن أيضا استخدامها في أمور أخرى وخاصة حتى الأرضيات. طيب مساوئ المواد المحلية، يعني أحيانا يكون المنشأ بهذه المواد ضعيف، لذلك يعني استخدامه قليل، ما موجود يعني صناعات قائمة عليه. أيضا المهندسين خبرتهم بهذا المجال قليل، أكثر شيء الحرفيين أكثر من عندهم، يعني حتى المناهج التدريسية قليل تدخل بها هذه المسائل. كذلك خبرة العمال في هذا المجال، يعني أصلا التوجه كله على الطابوق العادي أو الحديد إلى آخره. وأيضا يعني بعض المواد اللي تكون في الغابات اللي يأخذون منها الأخشاب بها إشكالات بيئية مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج. أمثلة راح هاي فقط أذكرها ذكر على يعني ما نستغل الوقت. عندنا مثلا أمثلة، طبعا هنا ما نقدر نسميها قرى علمية متكاملة، نسميها صديقة للبيئة أو خضراء، القرى الخضراء، لكن هي مصممة حسب يعني أغلب المعايير العلمية. هذه مثلا عندنا قرية القرن في مصر، وأيضا اسمها حسن فتحي، وأيضا عندنا قرى في الأردن، هذه بعض الأشكال مالتها حقيقة صممت على الطراز الإسلامي قديمة طبعا لكن حدثت. أيضا عندنا مثلا القرى اللي في الأردن أيضا الآن، يعني آخر دراسة طلعت عليها من 23، وموجودة أيضا قرى حاليا في مصر حديثة وتم إسكان الناس فيها، يعني تقترب، نقول تقترب إلى القرية العلمية لكن ليس فيها كل الجوانب المطلوبة. الخرسانة مثل ما قلت لكم راح نقول الخرسانة عادة يعني لا يتم إعادة تدوير، لكن حقيقة في القرى العلمية إذا صممت ضمن مواصفات معينة يمكن زملاء يطرقوها، ممكن أن يتم إعادة تدويرها. وحقيقة عندنا بحث يعني يصب في هذا المشروع، أن استخدمنا بعض الأتربة التي يعني أثيرت أو خرجت أثناء يعني تهديم أو شو نسميها تكسير بعض الخرسانات بعد الانتهاء منها أو صدور أمر إداري بأن هذه البناية تزال. فأخذنا بعض الأتربة والأقبرة من هذه الغبار من هذه المواقع، وأنتجنا بها علاج حيوي لبعض الأمراض اللي تصيب النباتات. وهذا الأمر أيضا مسجل بشكل حقيقة بحث علمي عالمي. طيب هذه إعادة تدوير الخرسانة، وهذه عندنا بنايات طبعا هذا النظام السيافي يعطون الزملاء إعادة تفسير وتصنيع لإنتاج، يعني هذه إذا أتى عليها الدهر لاحقا ممكن إعادة تدويرها أو حتى تحديث. هذا مثلا في سنغافورة.
ايضا المعادن نفس الاليه، اذا ندخل الحديد الصلب، المنتجات المعالجه صناعيا، وممكن بعض حتى بعض انواع البكتيريا الحيويه تعالج لنا بعض يعني عمليات الانتاج حتى للمعادن. وهذه حقيقه يمكن شيء اخر، البحوث اللي حتى انتجت يعني من خلالها الذهب بنسب معينه، وهناك بكتيريا يعني مساعد في ايضا انتاج باقي المعادن، وتدخل عليها تقنيه النانو. امثله اخرى يعني عندنا مثلا في لبنان ايضا، ونشاهد بعض الصور هذه بالجامعه الامريكيه، هذه كلها الاسيجه والبنايات صديقه للبيئه، وايضا جانب علمي بها لان هي اصلا جامعه، واستقطبت ايضا كثير من الناس، حتى يعني البنايات اللي مصممة بهاي الرفاهية وبهكذا مواصفات صديقة للبيئة وجوانب علمية وقاعات محاضرات وكذا يعني نتطرق لها أيضا، والملاعب وغيرها، يعني الأجور الدراسية مالتها تختلف. ففي النهاية أيضا دخلنا بالجانب الاقتصادي وهكذا. طبعا أيضا أخرى مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه تفاصيل إن شاء الله اللي يحب يعني إن شاء الله المحاضرة هتكون موجودة عندكم ويستفاد من أدنى، ممكن يرجع إلى مصادرها. وشون اختاروا الأسس، شون اختاروا الأرض، البنايات، الأسيجة إلى آخره، الملاعب مثل ما تشوفون بالصور، وكثير من الأمور. أيضا مثلا في بعض الدول العربية الأخرى مثل مصر، وهذه أشكال مختلفة حتى لبعض المطارات. فحقيقة إخواني على هذا الأساس ممكن أن نستخدم، أو يعني يتبادر إلى ذهننا الأفكار التالية نستخدمها حتى ننشئ هكذا قرى علمية. استعمال مواد البناء القابلة للتدوير، يعني هذه وأمثلة عليها ذكرناها. أيضا بعد استخدام المواد الطبيعية ذات الاستهلاك الأقل لكميات الطاقة في عمليات التصنيع مثل الخشب، مثل ما قلنا لها أثر فعال في تقليل التأثير البيئي، وأيضا بخلاف المواد الأخرى اللي سبب لنا التلوث. أيضا استخدام مواد بنائية طبيعية منتجة محليا، هذا الأفضل لتجنب استخدام طاقة كبيرة سواء في النقل أو سواء في النصب والتثبيت والاستيراد وغيرها من الأمور اللي قد تكون حقيقة كثير من الأمور جاتنا من خلال التلوث بالمصادر المختلفة للاستيراد، حتى بعض الأمراض سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات، وهذه أثبتناها جينيا. يعني بعض التحاليل عندنا طلع أنه حقيقة المادة الوراثية اللي جاية ويا الحديد ويا الورق ويا علب نقل الخضروات أو بالخضروات نفسها أو بعض مواد البناء، فتوصلنا لهواي من الأمور حتى تقدر تحدد يعني مصدر العزلة اللي المسببة لمرض معين من أين جاءت بنظام الـ NGS يسمى، أو Next Generation Sequence، تسلسل الجيل القادم. نعم أيضا أخواني الأكارم، استعمال مواد بنائية يعني متقاربة ومتماثلة في مدى الديمومة مالتها والحد من الطاقة المستهلكة كما هو حادث حاليا، وأيضا عمليات الصيانة على المدى البعيد. تمام. أيضا استعمال المزارع للأسمدة الخاصة بالجانب العضوي، الأسمدة العضوية، الغاز العضوي ممكن نستخدمه، ومناحل إنتاج العسل التعليمية أو نسميها الريادية، يعني بعض الخلايا مثلا تكون بشكل خلايا شفافة أو صناديق اللي تربى بها النحل أو ملكات النحل أو المملكة بصورة كاملة لإنتاج النحل، تكون فيها يعني زجاج شفاف حتى ممكن تتابع عمل النحل اليومي، لأن يعني هذا أيضا يعطيك حافز نفسي، وأيضا فضلا عن طبعا المنتج العسل الطبيعي. الأسمدة العضوية والغاز الطبيعي طبعا هاي لها بها تفاصيل كثيرة، هذه ممكن أن تنتجها القرية نفسها. الأغذية الطبيعية أيضا اللي هي ممكن نزرعها أو ممكن يعني ناخذها من مصادر موثوقة. المختبرات ممكن نقيمها سواء التعليمية أو حتى الطبية، يعني لإجراء الفحوصات الطبية الدورية.
قاعات المحاضرات ورش العمل، قاعات الجلسات التصوير إلى آخره. هاي ممكن أن تستثمر أيضا بالقرى العلمية. طبعا هذا يقودنا إلى إيش؟ يعني نعطي توصيات عدم حرق المخلفات الزراعية. هذا شو يفيدنا؟ يفيدنا هنا طبعا تشوفون أنتم يعني المناطق الزراعية كثيرة، خاصة اللي يزرعون المحاصيل النجيلية أو نسميها المحاصيل اللي تدخل في الأمن الغذائي، مثل الحنطة، الشعير، الشوفان، زهرة الشمس إلى آخره. هذه بعد انتهاء المحصول يا أما الحرق أو تركها هكذا تستلم الأمراض الأخرى وتسبب لنا خسائر اقتصادية أو تلوث البيئة. فهنا نحتاج إعادة تدوير حتى تنطينا سماد عضوي، وهذه سهلة جدا ومعداتها ممكن حتى تصنيعها على المستوى المحلي. أيضا تبطين الترع، يعني قصدي القنوات للري، والري بالتنقيط من الأنظمة الحديثة للاقتصاد في الري في الماء يعني. وأيضا إعادة تدوير المياه الخفيفة والثقيلة، طبعا يسموها المياه الصفراء والمياه الرمادية، اللي قسم منها يعاد الصفراء اللي أقل يعني تلوثا تعاد أيضا للاستخدام الشخصي، وأما الثقيلة فتستخدم إعادتها إلى معالجة مياه الصرف الصحي للسقي. وكذلك يعني منظومات تجميع الأمطار والثلوج، وهذه حقيقة موجودة كأمطار موجودة في دول حتى عربية من ضمنها الأردن والكويت. وأما الثلوج فتناقشنا بها في وقتها، يعني هذه المسألة أيضا مهمة للدول اللي عندها تساقط ثلوج، أو حتى عندنا في بعض الدول العربية مثل العراق، شمال العراق وبعض الدول الأخرى. عندنا أيضا استخدام المصابيح الخاصة بالطاقة الكهربائية المنخفضة مثل تتولد من الطاقة الشمسية مثل مصابيح الليد، وهي صارت بها أيضا أجيال مختلفة. وأيضا الطاقة المتجددة، ممكن أيضا السياج الأخضر لتقليل انبعاث الكربون، وهذه طبعا تنطي روعة كبيرة للمساحات السكنية وتقلل لنا الانبعاث بنسبة 40% كما هو حاصل في الدور التقليدية والأسيجة التقليدية. الأمور الإدارية والصحية تكون في داخل القرية العلمية، يعني قصدي الأمور الإدارية مثلا مراكز الشرطة مثال، مثلا الأمور إصدار الهويات الرسمية وغيرها، هذه الأمور محاكم ما أعرف إيش لها بالعلاقة بالحياة الاجتماعية كلها تكون داخل القرية، يعني لها ممثليات داخل القرية. وكذلك المستوصفات الصحية، المستشفيات على المستوى متقدم، وأيضا يستخدمون تقنيات صديقة للبيئة و يستخدمون أيضا علاجات يعني من البدائل الكيميائية كالطب البديل يعني الموثوق. هذه كلها تسبب لنا إيش؟ تقليل الانبعاثات الحرارية والتلوث، لأنها ما تحتاج وسائل نقل حتى أطلع للمدينة حتى أرجع، كلها سيارات وسائط نقل وتلوث وكربون ومحطات تعبئة وقود مختلفة إلى آخرها، كلها تسبب لنا إشكالات في هذا المجال. الآن نأتي باختصار نعرض لكم مشروع متكامل ممكن نطبقه على الواقع. مثلا المشروع هو احنا عندنا يعني القرى الخضراء أو القرى العلمية بالأحرى، اللي هي أساسها تكون خضراء وتكون صديقة للبيئة ومستدامة. فكرة المشروع توفير مبنى يتميز بالتصميم الفريد المناسب، طبعا حتى التصاميم تكون جميلة ورائعة، وأيضا الموقع و يتداخل مع تخفيض كلفة البناء وكلفة التشغيل والأمور الخاصة بالبيئة والانبعاثات الكربون طبعا، والحفاظ على الموارد قلنا المستقبلية اللي تفيد الأجيال الأخرى كالكهرباء والماء والغاز، وهي ممكن كلها ننتجها طبيعيا مثل ما أخذنا بالسلايدات السابقة. أيضا الغرض من المشروع هو إيش؟ هو لأجل أن نحصل على مباني أو قرى متكاملة تقلل من استهلاك من الموارد الغير متجددة. غير متجددة يعني هذه مثلا اللي تحتاجها الأجيال القادمة، فنعتمد على الطاقة المتجددة، وذلك عن طريق عدة محاور مثل الكهرباء مثل ما تكلمنا، الإضاءة نستخدم الليد حتى، وأيضا حقيقة حتى تصميم الخريطة لكل بيت أو كل مبنى من شقق أو عمارات نسميها، حتى فترة طلوع الشمس اتجاه الشمس كذا كلها نستثمر إلى أبعد حد. وحتى هناك خلايا متحركة يعني يسموها الانتحاء الضوئي، مثل ما طبعا مستمدة أيضا من زهرة الشمس اللي شايفيها حضراتكم،
هذا النبات اللي يتوجه مع توجه الشمس الزهرة مالته. فنفس الحالة الأقطاب الشمسية ممكن أن استثمر بها طول فترة الإضاءة واتجاه الشمس والشبابيك مالت البيت وكل تفاصيل الأمور اللي خاصة بالإضاءة، بحيث ما نحتاج إنارة أثناء النهار وفي الليل نستخدم الطاقة الشمسية المخزنة في البطاريات. أيضا التهوية نفس الحالة، ما نحتاج يعني تفعيل أنظمة التبريد كالسبالت أو المكيفات التبريد، لأن هناك يعني نظام هوائي داخل البيت معتمد على حركة الهواء بالمنطقة. ثانيا المياه، أيضا مياه مثل ما قلنا اللي هي الرمادية والسوداء والصفراء، تكلمنا عنها وإعادة تدويرها سواء للشرب أو لري البستان نفسه اللي ننتج منه أغذيتنا الطبيعية. من هم المستفيدين من هذا المشروع؟ طبعا أكيد مالك المشروع، وراح يقلل أول شيء النفقات، وأيضا يقلل تشغيل المبنى، يعني أغلبه يعني ما يحتاج حتى أيادي عاملة كثيرة، مثل ما شفتوا الكهرباء، مثل ما شفتوا حركة الهواء، مثل ما شفتوا الماء، أغلبها تدار ذاتيا. ممكن حتى يعني صاحب البيت ممكن يدير هاي الأمور بنفسه، ويعتبر نوع من الرياضة أصلا. أيضا مستخدم المبنى نفسه عن طريق تحقيق الراحة الحرارية يسموها، اللي تدخل بالجانب النفسي حقيقة، وأيضا تنطيه من الناتج القومي، راح يكون عندنا يعني فائض من تصرف على الكهرباء، على الماء، على النقل، على الأمراض وإلى آخره من المسائل. زاد غذاء جاهز وحاضر، عسل جاهز وحاضر يتعلمه ويأكله بنفس الوقت. تمام. أيضا تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية عن طريق توفير مبنى سكني منخفض الكلفة نسبيا طبعا. أما الأمور الغير مباشرة، مجموعة أهداف حقيقة كثيرة: الفقر يقلل إلى مستوى كبير، الجوع، أيضا الصحة الجيدة مثل ما تكلمنا، والمياه النظيفة، وحقيقة أيضا الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف. وهي تكون هذه المنازل أو هذه المدن أو هذه القرى مستدامة بجميع محاورها تقريبا. أيضا التغيرات المناخية نساهم بتصفيرها حقيقة، يعني إذا أنشأنا هكذا قرى نساهم في تصفير التغيرات المناخية في المنطقة اللي ينشأ بها هذا المشروع. طيب، إذا يجي شخص يسأل أو يأتي شخص ويسأل: لماذا يختلف مشروعكم هذا الذي عقدتم عليه المحاضرات والذي تبنته المنصة والذي تثقفون عليه عن باقي الاستثمارات سواء العلمية أو السكنية، طبعا بما يخص البناء أو السكن؟ طبعا هذا المشروع أول شيء يوفر لك مباني منخفضة الكلفة نسبيا مثل ما تكلمنا، مقارنة بنظيرتها من المباني التقليدية. كذلك يخفض كلفة التشغيل المبنى، انخفاض يعني الكلفة لعدد أكبر من أفراد. هذا شو يسبب لنا؟ يسبب لنا أو ينتج لنا بناء منزل بسيط، وهذا يوفر فرص عمل أكبر لقطاع كثير مثل القطاع المعماري في مجال هكذا حقيقة لون من ألوان المعمار اللي هو ما زال قليل جدا في أغلب الدول. أيضا يحافظ المشروع على الموارد المستخدمة في المبنى. يعني حقيقة النقطة السابقة شوي أعرج عليها، تشوفون كثير من الدول عندها مشاريع سياحية كثيرة ومجمعات سكنية وفلل وشقق كلها على الطراز التقليدي، أشكالها جميلة يعني مواقعها كذا، لكن هي يعني كلها على الطراز التقليدي. لذلك حتى المستثمر أو حتى اللي يمتلك هكذا بيت أو فيلا أو سكن أو شقة، يعني صار أكو شيء من الإشباع. أما هذه المشاريع فراح تخلق حقيقة سوق كبير في هذا الجانب، لأن الناس كلها الآن يعني توجهت بجانب صداقة البيئة. أيضا هذا المشروع يحافظ لنا على الموارد المستخدمة مثل ما قلنا في المباني وفي الدول كلها. المشروع طراز معماري فريد رائع، يعني حتى يتماشى مع رؤى الدول كثيرة. تشوفون كثير من الدول وضعت رؤى إلى حد 2030، فهذا حقيقة يتماشى معه ويتم القبول مباشرة من الجهات المختصة الرسمية أقصد بها.
أيضا يحافظ على الرقعة الزراعية من التجريف، يعني الناس تأخذ مثلا تصنع الطابوق التقليدي أو البناء العادي أو حتى تبليط الشوارع أو آخره أو الحدائق التقليدية. وأيضا يرفع من قيمة العقار نظرا لتكلفة التشغيل المنخفضة والطراز المعماري المميز، يعني كقيمة معنوية. ما هي الآثار الاجتماعية لهكذا مشاريع؟ فرص عمل إضافية، يرفع الناتج القومي للفرد، وأيضا يعني الدراسات الحقيقة الأخيرة وهذا نأكد عليها ومهمة جدا، وشفتوا نسب الأمراض الموجودة، نسب الانتحار الموجود، نسب الحالات النفسية، حالات أيضا يعني الأمور الاجتماعية اللي كثيرة ممكن ما نقدر، وحتى صارت للأسف الشعوب هي سوق للمخدرات وغيرها بسبب هذه الحالات النفسية. فهذه حقيقة هكذا مدن أو هكذا قرى تقلل معدلات الجريمة بنسب كبيرة جدا، وهذه دراسات حقيقة أجنبية يعني ممكن تطلعون عليها لاحقا، فضلا طبعا على الأكسجين وتأثيراته النفسية. هذه أمور ممكن يعني نتناولها في يعني محاضرات أخرى. وأكو يعني مثال واضح جدا في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الجانب تحديدا، هو مشروع إسكان ميسورا في الولايات المتحدة الأمريكية. الآثار البيئية حتى إن شاء الله قبل لا نختم، ما هي الآثار البيئية الإيجابية؟ طبعا يحد المشروع من استخدام المواد المصنعة في البناء التقليدية، أيضا يحافظ على الموارد المياه النظيفة، يحد من تأثير الانبعاث الحراري والكربوني. طبعا يفضل عدم استخدام أثناء هذه المشاريع مكيفات أنظمة يعني التبريد وغيرها، وخاصة اللي بها الفريون لقسم من الدول منعته حاليا يسبب تأثير بطبقة الأوزون، لأن استخدمنا نظام تبريد طبيعي أو بعدد ساعات أقل. أيضا عندنا خامسا عدم الحاجة لاستخدام محطات توليد الكهرباء الضخمة أو تستخدم الوقود التقليدي مثل القير والنفط الأسود وغيره، وهذه طبعا انبعاثاتها التلوثية يعني تجاوزت أقصى معايير المحافظة على البيئة، يعني أقلغت في كثير من الدول ما عدا بعض الدول النامية. وأيضا عدم الحاجة لتجريف التربة لتصنيع مواد البناء المختلفة. أنا هنا حقيقة أنهيت المحاضرة، إن شاء الله تكون يعني وصلت بجميع محاورها وبشيء من الإيجاز، وإن شاء الله التفاصيل تكون موجودة في الملف، واللي يحب أيضا ممكن أجهز مصادر أخرى بهذا الجانب. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، ونسأل الله يعني طبعا لا ننسى إخوتنا في فلسطين أن يحفظهم ويبارك فيهم، وإن شاء الله يعني يحقق حمايتهم وشفاء مرضاهم وجرحاهم، لأن حقيقة مناسبة كبيرة يعني تمر علينا في هذه الأيام. فنسأل الله، ونقول الحياة لا تقف، لذلك هذه الأمور ممكن أن تساهم أيضا في دعم هكذا يعني أمور نسميها الأمة الخاصة بالأمة بصورة عامة. نتمنى إن شاء الله هذه الصب أيضا في هذا الجانب ويكتب لنا نصيب فيها، وإياكم إن شاء الله، وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لك سعادة الأستاذ الدكتور معاذ عبد الوهاب على محاضرتك القيمة والمفيدة والرائعة. جزاك الله كل خير ووفقكم وزادكم إبداع وتميز. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. نعم، والآن أعزائي الحضور ننتقل معكم إلى رحلة جديدة ومشوقة يصحبنا فيها سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية. وإليكم أعزائي الحضور نبذة مختصرة لسيرته الذاتية. سعادة الدكتور سيف السويدي حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان من جامعة ملايا في ماليزيا، وهو المؤسس والمدير التنفيذي
لمنصة أريد كأول منصة لجميع العلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية والمشرف العام على مؤتمرات المحفل العلمي الدولي والموسم العلمي الدولي برعاية جامعات ماليزية وتركية وعربية، ومؤسس منصة أبصر للتعليم الإلكتروني باللغة العربية، والمشرف العام على أكاديمية فليسبي بماليزيا، ومؤسس بوابة فليسبي للدفع عبر الإنترنت، مؤلف عدة كتب علمية أبرزها صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين، وكتاب صناعة المنصات الرقمية، وهو رئيس مجلس إدارة أكاديمية صناع الوعي، ويشرف على التسويق الإلكتروني لـ12 مؤسسة حول العالم، وسيقدم لكم حضورنا الكريم مشاركته القيمة والموسومة بعنوان إطلاق مشروع القرية العلمية. تفضل سعادة الدكتور سيف، معكم كل الصلاحية. شكرا استاذ صفا، بارك الله بكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة كل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور معاذ عبد الوهاب الفهد، يعني من جامعة تكريت، البروفيسور في مجال العلوم الزراعية، على ما تقدم فيه من محاضرة حقيقة رائعة وماتعة في التأصيل العلمي لموضوع القرى المستدامة وموضوع القرى العلمية والبناء الجاهز والاستيطان، وهذه كلها مفاهيم حقيقة هامة وجميلة ورائعة. فأنا أنتقل حقيقة ببضع دقائق حتى لا أطيل للشرح حول موضوع قرية أريد العلمية. ما هو هذا المشروع؟ كيف فكرنا فيه؟ ما هو مستقبله؟ ما هي فائدته؟ سأتطرق بإذن الله تعالى خلال هذه الدقائق حتى نتيح المجال لبقية المتحدثين لإكمال هذه الجلسة العلمية بإذن الله تعالى. حقيقة أخذت منصة أريد على عاتقها يعني شعار هو توفير مجتمع أفضل للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية. فأي خدمة أو فكرة تخدم هذا المجتمع يمكن أن تتبناها منصة أريد، بدءا من البحوث والمؤتمرات واللقاءات والمحاضرات والبنية التحتية الرقمية التي توفرها. الآن أخذت يعني اتجاه آخر، يعني ضمن اتجاهاتها وهو موضوع الدخول إلى عالم البناء الجاهز والقرى الذكية والقرى المستدامة، ومحاولة تشغيل حقيقة كم الباحثين في هذه القرى. يعني وصلنا إلى أكثر من 112 ألف باحث مسجل في المنصة وعالم وخبير. فحقيقة هذه المشاريع وما أيضا المشاريع الأخرى التي قمنا بطرحها في بداية اليوم الأول والتي سيتم طرحها لاحقا، هي هدفها حقيقة تصب في المصلحة العامة، هو توفير مجتمع أفضل متكامل الخدمات للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية. وحقيقة الهدف الرئيسي من هذه المحاضرة أو هذه الندوة أو هذه الجلسة هو إشاعة ثقافة عالمية. الآن موضوع الاستيطان المنزلي يعتبر كثقافة، يعني كثقافة في البحوث العلمية عند الدول الغربية، عند النخب العلمية بالتحديد. لا أقصد هنا فقط الفلاح والمزارع ولا الذين يعملون بالإنشاء والمقاولات، وإنما حتى بين النخب العلمية، بين الأساتذة الجامعيين في الدول الغربية، في الدول الأجنبية. الآن في يعني توجه لهذا الموضوع، موضوع ثقافة الاستيطان المنزلي. فحقيقة هدفنا الرئيسي نريد نوصل هذه الثقافة إلى أكبر قدر ممكن من هذه النخب العلمية حتى تنتقل إلى مجتمعاتنا. فالهدف الرئيسي هو أن نشيع هذه المفاهيم، مثلا مفهوم البناء المستدام، مفهوم أنه التوجه نحو الزراعة، التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، التفكير بالبدائل، الماء، الكهرباء، الطاقة. الآن هذه كلها الأمور قد لا لن تكون متاحة خلال الفترة القادمة لأي ظرف من الظروف، لحروب قد تكون، لوباء معين، لمشاكل اقتصادية، لمشاحنات، لضغوطات بين الدول. فحقيقة التفكير بالبدائل أمر هام جدا، يعني أنه ما أبقى فقط يعني سأعتمد على الكهرباء الوطنية، وإنما توجد بعض البدائل مثل الطاقة الشمسية الآن يعتبر كبديل، وبديل يعني كبديل ناجح جدا في الاستثمار على المدى البعيد في الحصول على الطاقة. أيضا موضوع مثلا الماء،
الآبار التي يمكن أن تحفر في الأراضي الزراعية واستخراج الماء منها. حقيقة كثير من الأمور يعني يجب أن تدخل في إشاعة هذه الثقافة. أيضا يعني هذه المواضيع حقيقة لا تتطلب جهود كبيرة جدا وإمكانيات لدول، وإنما ممكن أن تتحقق يعني بإمكانيات بسيطة ومتواضعة مع الثقافة والتدريب. يمكن أن تقوم بالحصول على أرض زراعية بسعر زهيد، ممكن أن تقوم بعمل البيت الريفي، ممكن أن تقوم بعمل الطاقة ومصادر الطاقة، ممكن أن تقوم بال يعني الأشياء اللي ممكن أن تكون في هذه الأماكن والقرى. فحقيقة توجد إمكانية لتحقيق هذه الأمور مع وجود الثقافة والوعي والتدريب، حقيقة التدريب المناسب. أيضا ضمن هذه المشاريع، ضمن القرية العلمية أو هذا النوع من المشاريع، يسمى ب مالتي ديسيبلينري بروجكتس. يعني احنا كنا سمعنا وشفنا وعرفنا حول موضوع البحوث البينية اللي هي مالتي ديسيبلينري ريسيرش أو ديسيبلينز، وإنما الآن في مفهوم جديد هو المشاريع البينية، أي المشروع الذي يمكن أن يشترك فيه أكثر من تخصص حتى ينجح هذا المشروع. مثلا الآن البروف معاذ تكلم من الناحية الزراعية، يمكن شخص في الهندسة، ممكن أيضا تيم آخر، مجموعة من الخبراء في الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، في الطاقة الكهربائية، في وهكذا كل التخصصات يمكن أن تشترك حول هذه المشاريع. إذا الحقيقة الهدف الرئيسي من هذه المحاضرة وهذه التجربة التي خضناها من بداية هذا العام هو نريد أن نشيع هذه الثقافة، ثقافة البحث عن البدائل، ثقافة التفكير أنه كيف يمكن أن تحقق أنت الاستدامة الذاتية، أنت كباحث، كعالم، كخبير، كنخبوي، كيف ممكن أن تستفيد من المصادر المتاحة حولك. فهذه حقيقة هي الهدف من هذه المحاضرة. احنا حقيقة اللي المشروع الذي نعمل عليه حاليا هو قرية علمية، الحجم ليس بالحجم الكبير جدا، تقريبا 10,000 متر. هذه القرية هي هدفها صناعة بيئة ريفية هادئة وغير مكلفة بعيدا عن الضوضاء لأجل الابتكار والبحث العلمي. هذا هو الهدف الرئيسي لهذه القرية، اسميناها قرية أريد العلمية، أريد ساينتيفيك فيليج. حقيقة تقوم هذه القرية باحتضان الفعاليات العلمية للمؤسسات العلمية، ممكن أي مؤسسة علمية موجودة في هذا النطاق اللي احنا موجودين فيه يمكن أن تأتي وتستخدم الخدمات الموجودة في هذه القرية، تستفيد منها، تحتضنها هذه القرية بما يخص موضوع مؤتمرات أو دورات أو مخيمات أو ملتقيات. أيضا هدف آخر هو إنشاء يعني كنموذج لقرية علمية قابلة للاستنساخ. لما نقوم بهذه القرية وتكتمل هذه القرية ستكون عبارة عن نموذج، عبارة عن موديل قابل للاستنساخ. هذا الموديل ممكن يحول إلى منهجية للعمل، أي شخص عنده أرض يمكن أن يقوم بأخذ هذه المنهجية ويستنسخها على أرضه، فيمكن استنساخ هذه التجربة بمناطق جغرافية ودول متنوعة. هذه البيئة تجمع بين العلم والاسترخاء وتقديم بيئة لإجراء الأنشطة العلمية والتعليمية. حقيقة في هذه البيئة الأمور التي خططنا لها وممكن نضيف لها، يعني حقيقة ليست فقط هذه الأمور، ولكن بعد الاجتماعات واللقاءات والتنفيذ الفعلي واللقاء مع الخبراء وجدنا أن هذه الأمور يمكن أن يتم وضعها في هذه المساحة من الأرض، في الأرض الزراعية اللي هي مجموعة من البيوت الريفية، وقمنا بهذا الأمر بالفعل. يعني ستوضح لنا دكتورة مريم ما هي التجربة التي قمنا بعملها في موضوع البيوت الريفية. قمنا بصناعة بيت ريفي وغير مكلف إطلاقا، يعني السعر، التكلفة للبيت الريفي أضعاف أقل من البيت اللي يبنى بالطوب، بالطابوق يعني، والإسمنت والإشمنتو. أيضا يمكن أن تحتوي على مختبر العسل، وهذا أيضا يعتبر كإنكم اللي يمكن تحققها في هذه القرية في هذا المشروع. تحتوي على قاعة المحاضرات، تحتوي على مطعم، تحتوي على وسائل ترفيهية وتعليمية متعددة. حقيقة المنطقة التي يعني أخذنا بها الأرض وقمنا بتحديدها يعني هي منطقة اسمها دوسجة، وهذه حقيقة لعدة أسباب سيوضحها الأستاذ
يعني المتحدث عماد المغزوي سيتحدث عن أسباب اختيار هذه المدينة للاستثمار فيها وإنشاء هذه القرية، من ضمنها طبعا رخص الأراضي الزراعية فيها، من ضمنها البنى التحتية، من ضمنها يعني في طيف من الأماكن السياحية التي لا تمل بزائرها أن يزورها ويتمتع فيها مع السكان، مع الأرض المنبسطة، مع الجو. حقيقة عدة معايير، يعني بعد ما أخذنا أكثر من مكان وذهبنا إلى عدة أماكن، فأخذنا هذه المدينة التي سننشأ عليها بإذن الله تعالى هذه القرية في إحدى المدن التركية اللي هي اسمها دوسجة. ولن نكتفي حقيقة بإذن الله تعالى فقط في هذا المكان، في هذه المنطقة، وإنما هدفنا هو إنشاء نموذج قابل للاستنساخ، يمكن تكراره، يمكن تكون مثل هذه القرية في العراق، ممكن تكون مثل هذه القرية في المغرب، أندونيسيا، ماليزيا، بنفس يعني نفس الفكرة، نفس الفلسفة، نفس الفكرة، يعني تستنسخ بالكامل إلى أن تكون بأكثر من مكان، بأكثر من منطقة، بأكثر من دولة. وحقيقة واحدة من النقاط التي نعمل عليها مع هذا الكم من الباحثين ومع هذه البنية التحتية التي لدينا في الترويج والملتقيات، يمكن أن تحول إلى معلم سياحي، معلم سياحي علمي هادف يقصده من يزور تركيا، من يأتي إلى تركيا يضع ضمن الخطة أن يأتي لزيارة هذه القرية العلمية، أن يأخذ بعض الصور في هذه القرية العلمية، أن يبقى لبضعة أيام في هذه القرية العلمية، أن يقوم بتصوير مجموعة من الحلقات العلمية، لأن فيها استوديو للتصوير في هذه القرية العلمية. فهذه هي الحقيقة الفكرة الأساسية لهذه القرية. أنا أحاول أن أختزل وأختصر حتى فقط أوضح الصورة، وحتى أتيح المجال أيضا للمتحدثين الآخرين في هذا المشروع الذي نعمل عليه الآن. هو ليس فكرة، يعني أرجو أن يعني يتم استيعاب هذا الموضوع، هو ليس فكرة الآن، نحن الآن نعمل فعليا واستثمرنا فعليا في هذه القرية، وقمنا بإنشاء بيت، وقمنا بأخذ والحصول على أرض زراعية. فهذه كلها أمور نحن الآن في طور أنه تجميع الخبراء حول هذا الموضوع، المهتمين بهذا الموضوع. من المهتم بهذا الموضوع ممكن أن يأتي معنا ويشاركنا ويكون معنا كجزء في هذا المشروع، ويكون كمستثمر أو كداعم أو حتى كمستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه القرية. حقيقة هذه مثلا القاعة المقترحة أن تكون في داخل الأرض، لم نقم ببنائها للآن، ولكن هي عبارة عن قاعة تسع لـ40 شخص في داخل القرية العلمية. أيضا في داخل القرية العلمية في إحدى الورش الصناعية، ورشة صناعية ومصغرة فيها الطابعة ثلاثية الأبعاد، فيها بعض الإكوبمنتس، بعض المعدات التي تعين في الصناعة. يعني حقيقة فكرة رائعة جدا يتم اعتمادها في داخل القرية، أننا سنحول الأفكار من أفكار فقط كبحوث تنظيرية إلى منتجات تطبيقية. وعندنا خبرة الحمد لله، الأستاذ عماد المغذوي قام بإنشاء يعني ورشة متكاملة، وهو يقوم بالعمل على إنتاج هذه المنتجات التي يأخذها كفكرة ويحولها إلى منتج حقيقي يمكن استخدامه وبيعه وتسجيل براءة اختراع، وحتى يحول إلى ك ك يعني كأحد المنتجات، حتى لو كانت كهربائية إلكترونية. قاموا بعمل هذا الأمر، يعني ليس فكرة أيضا، وإنما قاموا بعمل مشاريع داخلة في الاي او تي، انترنت اوف ثينكس، يمكن يحدثنا عنها لما يتحدث حول الموضوع، انه هذه الورشه تكون داخل المزرعه، داخل القريه العلميه، داخل قريه اوريدي العلميه. من عنده فكره معينه ياتي الى القريه، يبقى لبضعه ايام ويتحدث مع المهندسين حتى يحولوا فكرته كبروتوتايب، كنموذج اولي، وفيه طابعه ثلاثيه الابعاد تطبع هذا المنتج، ويمكن ان يقومون بعمل بعض الاجهزه وبعض الربط مع الاي سيز الكهربائيات والامور الكهربائيه، يحول الى كمنتج يمكن ان يكون يستخدم في التسويق له وعرضه وتبنيه والاستثمار في هذا المنتج، كما فعلوا مع بعض المنتجات التي قاموا بالعمل عليها. فحقيقة هذه من الأمور الرائعة في هذه القرية، أننا عندنا من الخبراء والتجارب السابقة في هذا النوع من المنتجات، يعني أننا لن نكتفي فقط في التنظير في البحوث العلمية التي تبقى على الرفوف، وإنما نريدها من هذه البحوث نحولها إلى أجهزة، نحولها إلى بعض المنتجات التي قابلة للاستخدام. أيضا في مختبر العسل،
بحكم المكان اللي احنا فيه تعتبر بيئة رائعة لأرقى أنواع العسل، وبالقرب من يعني كثير من المزارع التي يمكن أن يستفاد منها في موضوع التغذية للنحل وإنتاج العسل، وفي مختبر مصغر في داخل هذه القرية لموضوع العسل بالتعاون مع الجامعة القريبة من القرية العلمية هي جامعة دوسجة، وفي داخل هذه الجامعة في مختبر العسل، وقمنا بالزيارة لإجراء التعاون مع هذا المختبر يعني وما يقومون بإنتاجه، والآلية المشتركة التي يمكن أن نستفيد فيها من وجودنا في هذا المكان مع المختبر التابع للجامعة مع مختبرنا الخاص في داخل القرية. حقيقة المكان والبنية التحتية، تقع القرية العلمية على مسافة 10 دقائق فقط من جامعة دوسجة، مما يسهل الوصول إليها للأغراض الأكاديمية. يعني هذه من الميزات الجميلة في القرية أنها قريبة من الجامعة، تبعد 15 دقيقة عن مركز المدينة، مما يجعله مكانا مريحا لمن يزور هذه القرية. تحتوي على بحيرة صناعية ومسبح للترفيه، ستزرع بالأشجار وتحتوي على حديقة مزروعة بالفواكه. هذا الأمر لم يتم إلى الآن، لأن إلى الآن موضوع الأشجار الآن لم يتم، يعني فقط الآن التركيز على البنية التحتية في إنشاء البيت الريفي. تتوفر خدمات المياه والكهرباء والغاز لتلبية احتياجات الزوار، اتصال ضوئي سريع لخدمة الإنترنت، وتحتوي على ألواح شمسية لأجل الطاقة، وهذه نقطة هامة جدا لأننا لن نبقى معتمدين على الكهرباء الوطنية. لو ما في كهرباء فعندنا البدائل، لأن في أرض وفي شمس، ويمكن نستخدم هذه الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة وتخزين الطاقة والاستفادة من الكهرباء، وتحتوي أيضا على بئر للماء. إذا أيضا حتى لو قطع الماء فلدينا بئر للماء. هذه هي البنية التحتية الخاصة بالقرية. ما هي الأنشطة التي تتضمنها هذه القرية؟ حقيقة تضم ورشة عمل كما ذكرت وأوضحت في الصورة، تضم استوديو للتصوير، يمكن شخص يستفيد من هذا الاستوديو لموضوع التصوير وإنتاج بعض المنتجات الخاصة لليوتيوب أو حتى للقنوات الفضائية. أيضا هذه الأمور ستساعد في تقديم فرص للإبداع والتعلم. أيضا توفر حياة برية وحيوانات لاستكشاف الطبيعة وزيادة الوعي بالبيئة. تحتوي على 10 بيوت خشبية. الآن الخطة الأولى لهذه القرية كنموذج أن نقوم بصناعة 10 بيوت خشبية يمكن استئجارها للزوار، ويسع كل بيت ل4 أشخاص. طبعا هذه البيوت الخشبية الآن قمنا فقط ببيت واحد إلى الآن، قمنا يعني بإنتاجه والعمل على يعني إنشاء هذا البيت حتى تكون كتجربة فعلية مع مجموعة طبعا من المهندسين يعني النجارين والحدادين الذين قاموا بالاشتغال بهذا البيت بدءا من شهر 8 أغسطس. بدأ العمل في البيت بعد ما تم الاستحواذ على الأرض، وهذا هو البيت. ستوضح بإذن الله تعالى دكتورة مريم كيف تم وما هي الخطوات والإجراءات. وهذه التجربة كما قلنا الهدف من عندها التعلم واستنساخ هذه القرية واستنساخ هذه التجربة بالكامل. أيضا تضم قاعة المحاضرات، غرفة اجتماعات، استوديو للتصوير، مصلى ومطعم، وتوجد حافلة تابعة للقرية لنقل الزوار من مطار صبيحة اللي هو المطار الأقرب إلى القرية في إسطنبول إلى القرية. فما على الزائر إلا الحجز إلى مطار صبيحة الذي هو يعني يمكن أن يأتي إلى القرية عن طريق السيارة، وحتى المطار الثاني الذي يبعد يعني تقريبا 50 دقيقة عن المطار، هذا المطار صبيحة أيضا ممكن الحجز فيه، ولكن لأن هذا المطار هو الأقرب، ويمكن للسيارة التابعة للحافلة التابعة للقرية أن تذهب لاصطحاب الزائر من هذا المكان، وهذا سبب حقيقة اختيارنا هي بالقرب من المطار الآسيوي في قارة آسيا اللي هي مطار صبيحة. الفعاليات العلمية، تستضيف القرية حقيقة مجموعة من الفعاليات من ضمنها الدورات الشهرية التي تعقد حول موضوع البحث العلمي، المحاضرات، الضيوف الذين يأتون إلى إسطنبول ممكن يتم استضافتهم وتقديم محاضرات في داخل القرية والتصوير في داخل القرية، تقديم دورات تدريبية وورش عمل متقدمة للباحثين والعلماء، أيضا المؤتمرات العلمية التي تجمع بين العلماء. لهذا نحن نطمح أن يكون معلما سياحيا، مع الوقت سيكون معلم، وهذا المعلم يقصد لأجل الاستفادة والزيارة والإبداع والتأليف واللقاء مع النخب العلمية. هذه فكرة هذه القرية العلمية. لماذا اختيرت هذه المدينة؟ سأترك المجال للأستاذ معاذ، الأستاذ عماد المغذوي، حتى يتحدث حقيقة لما تم اختيار هذه المدينة. هذه هي هنا اسطنبول في هذا المكان في هذه الخريطة، هي تبعد يعني تقريبا 2.5 ساعات عن اسطنبول، وتبعد تقريبا أقل من 2 ساعات عن المطار. لهذا البنية التحتية وجدناها أنسب مكان في كل الأماكن، والله أعلم هو ما هذه المدينة، مدينة دوسجة.
تقع في شمال غرب تركيا، وهي عاصمة محافظة دوجة، وهذه المحافظة رقمها 81 في البلاد، وحقيقة عدد سكانها ليس بالعدد الكبير، يعني تقريبا أقل من 200 ألف نسمة موجودة فيها، لهذا تمتاز بالهدوء وعدم الزحام المعهود في المدن التركية. يعني هذا سبب حقيقة من أسباب اختيارنا، أنك لما تشعر بالانزعاج الموجود في إسطنبول. إسطنبول زحمة كثير، لما تكون في إسطنبول قد تبقى بازدحام مثلا لساعة أو حتى لو أكثر من ساعة يعني، وإنما في هذه المدينة تتنقل من مكان إلى مكان خلال 10 دقائق إلى ربع ساعة، أنت يمكن أن تتجول في المدينة كاملة. هذا هو سبب حقيقة لاختيار مدينة دوشة. هنا بعض الصور طبعا من المدينة، وهذا الساحل القريب على المدينة، هنا البيتش الساحل القريب أيضا من القرية، هنا بعض الحقيقة المناظر الخلابة في هذه المدينة، الكثير من السياح يقصدوها في الحقيقة في الصيف والشتاء، وفيها الكثير من المعالم الجميلة والرائعة التي تقصد، الأماكن الأثرية التي يعني كثير من السياح يزورون هذه الأماكن، الشلالات فيها تقريبا كثير من الووتر فولز، الشلالات، وبعض الهوتيلز الفنادق في يعني في الجبال امام الشلال بمنظر رائع جدا. وهذه كلها يمكن للزائر لهذه المدينه ان يذهب لهذه الاماكن جميعا، يعني تقريبا قمنا برصد اكثر من 20 منطقه سياحيه في هذه المدينه، فيمكن للشخص كل يوم يذهب الى هذه الى واحده من هذه المناطق السياحيه، فلا يمل من البقاء في مدينه دوسجه بالاضافه الى فعاليات القريه. طبعا جامعه دوسجه جامعه رائعه، تاسست في سنه 2006، وفيها حقيقه تخصصات متنوعه، فيها الطب والهندسه، وفيها كما قلت لكم فيها مختبر كامل للعسل. هذه صوره للارض التي الآن نقوم بعمل الاستكشاف لها وعمل إنشاء بعض الإكسبيرمنتس والتجارب حولها. هنا هذه الأماكن وبعض يعني المخططات الخاصة فيها. هذا البيت الذي قمنا بإنشائه، هذا البيت الريفي الذي يعني أخذناه كأول نموذج نعمل عليه ونقوم بتجربته حتى نرى كيف يمكن أن يكون من ناحية الحسبة المالية ومن ناحية العزل ومن ناحية البرفورمانس والأداء. بإذن الله الدكتورة مريم هي يعني تشرف على هذا البيت وعلى إنشائه وتخطيطه من الناحية الهندسية والمعمارية مع فريق من المهندسين وأصحاب المهن والحرف. تقريبا معلومات عامة حول موضوع القرية ستتاح طبعا لجميع أعضاء منصة أريد بالكامل للاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات العلمية. أي شخص يزور تركيا يستطيع أن يستفيد من هذه القرية. أيضا سيفتح المجال للاستثمار في هذه القرية، كل مستثمر له حق البقاء 3 أيام في القرية، هو وثلاث من أفراد أسرته، أو يمكن إذا كان هذا الشهر لا يأتي يمكن يعطيه لأي شخص يريد. كل مستثمر لديه حق 36 يوم في العام في السنة، يعني تحت واحد من المفاهيم السائدة الآن يسمى بالتايم شير، اللي هي مشاركة الوقت، التايم. الاستثمار في القرية يأتي من يعني الإنكام، العائدات تأتي من الإيجار الوحدات السكنية الموجودة فيه، موضوع الزراعة والعسل والدورات التدريبية والاستشارات في مجال الزراعة والمؤتمرات التي تعقد في القرية، الورشة الصناعية وما تقوم به من منتجات، وكذلك براءة الاختراع التي ستسجل على أرض القرية. هذه كلها تحت مسمى القرية العلمية، الخروج من المألوف. يعني احنا كنا نعرف انه في يونيفرسيتي، في جامعة، في كلية، الآن نحن نقوم باستحداث شيء جديد، ثقافة جديدة اسمها قرية. قرية علمية، هذه القرية العلمية تمتاز بين التسكين والتوطين والبقاء، وبين الهدوء، وبين البيئة العلمية، وبين وجود بعض المختبرات والمعدات مع قاعة تدريب مع بنى تحتية متوفرة في هذه القرية بأثمان رخيصة وبسيطة ومناسبة للجميع. هنا لا أتحدث عن أرقام يعني كأرقام كبيرة وخيالية وفلكية، أرقام متواضعة وبسيطة لمثل هذه المشاريع. هذا هو حقيقة الشيء الجميل في هذا المشروع، مشروع القرية العلمية، قرية أريد العلمية. فطبعا الذي سيستثمر في هذه القرية، في العائدات ستجمع في نهاية العام ثم ستوزع على المستثمرين بنظام الأسهم. الأستاذ المغذوي عماد المغذوي سيوضح لنا أكثر حول موضوع الاستثمار في هذا المشروع. أيضا ستجمع القرية بين بيئة علمية بحثية صناعية، موضوع البحث العلمي وموضوع التصنيع وتحويل الأفكار من كفكرة. الكثير منا عنده افكار كثيره بس يقول لك انا ما عندي القدره ان احولها الى منتج حقيقي.
ما اعرف كيف احولها لمنتج، عندي الفكره المنتج، فالشخص هنا يحتاج الى شخص يسمى بمطور منتجات، يسمى بديفلوبر للمنتجات، يعني هو ياخذ الفكره من الباحث ويطورها ويحولها الى منتج كبروتوتايب. فهنا طبعا يجب ان تكون هنالك بعض الاكوبمنتس، بعض المعدات، من ضمنها الطابعه ثلاثيه الابعاد وبعض الاجهزه الالكترونيه وبعض الامور الخاصه في التلحيم، مع خبره مهندسين حتى تحول الى منتج. وهذا تم بالفعل، يعني في عندنا بعض التجارب تمت بالفعل تحويلها من فكره الى منتج، والمنتج يباع بالسوق الان. المنتج يباع في السوق الآن. يمكن لاحقا سيكون هنالك ويب سايت خاص بالقرية، ونعرض كل هذه التفاصيل الخاصة بالمنتجات، وكذلك الخبراء والمجلس الهندسي الذي سيتم، يعني الذي سيعمل في القرية مع الخبراء مع المستثمرين. حقيقة فتح باب الاستثمار سيكون من 1/12 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر، هذه الفترة التي سيطرح فيها الأسهم لمن يريد أن يستثمر، يعني يمكن لشخص أن يأخذ أن يدخل في هذه القرية من باب الاستثمار. تسجيل الأسهم والحصص في 1/1/1/2024، بناء القرية سيستغرق عام كامل حتى تكون يعني مكتملة للاستضافة، لاستضافة الزوار وكذلك الفعاليات والمختبرات، كلها ستكون في خلال عام كامل بإذن الله تعالى. الافتتاح الرسمي سيكون يوم 10 أبريل 2025، تستضيف بإذن الله تعالى نسخة المحفل العلمي الدولي 16. نحن الآن في النسخة 13، 14 بإذن الله تعالى ستكون في جامعة صحار، النسخة 15 ستكون في جامعة قطر، 16 ستكون في القرية بإذن الله تعالى. هذا المخطط له أن تستضيف، وكل طبعا المستثمرين جميعهم سيحضرون لافتتاح القرية، وكذلك الإقامة في القرية تكون مجانا خلال أيام المحفل العلمي الدولي 16. هنا نحن يعني أدخلنا خدمة جديدة، اتجاه جديد في داخل منصة أريد. صحيح نحن نعمل في مجال البحث العلمي، ولكن حقيقة هذا الاتجاه هام جدا أن يتم الاستفادة من موضوع البحوث والخبرات والتنظير إلى شيء فعلي واقعي بما نستطيع عليه من إمكانيات. نحن لا نصنع أشياء يعني فوق العادة، أو يحتاج لها استثمارات ضخمة وكبيرة مثل الأبراج مثلا أو الطائرات أو السيارات. لا، نحن نصنع أشياء سمبل بسيطة، العسل والتعامل مع الحيوانات والمختبرات والأفكار تحول إلى منتجات والملتقيات، هذه كلها تكون في مساحتنا، في بيئتنا، في مكاننا الذي نستطيع أن نعمل فيه. هذه فكرة حقيقة قرية أريد العلمية، يعني هذه فكرة أساسية لهذه القرية. أنا حقيقة هذا ما لدي في موضوع القرية العلمية، حاولت أن أجمل قدر الاستطاع في إيصال الفكرة. جزاه الله خير أستاذ معاذ، يعني تحدث عن التأصيل العلمي حول العالم حول هذه المواضيع، أنا تحدثت عن فكرتنا بالتحديد كيف قمنا بالعمل عليها وما هما الأمر. يعني يمكن إذا واحد سألني يقول كم أخذت، كم يعني أنهيتم كنسبة مئوية، أقول له تقريبا 20%. نحن إلى الآن الأرض، قمنا بشراء أرض، قمنا ببناء بيت، قمنا بإجراء بعض الإكسبرمنتس والتجارب، حولنا بعض المنتجات، قمنا باللقاء مع بعض خبراء العسل، بعض الأمور التي قمنا بزراعتها، بعض الأمور التي، فيمكن أن نقول بين 20 إلى 25%. الصورة واضحة الآن لإكمال المسيرة، وإذن بإذن الله تعالى سنمضي بإكمال هذه القرية حتى تكون نسخة قابلة للاستنساخ في أكثر من مكان لإشاعة هذه المفاهيم، مفاهيم الاستدامة والقرية والبحث عن البدائل. لا نكتفي بالبدائل الحالية، لأن حقيقة القادم قد لا يبشر بخير، يعني لا نبقى فقط يعني معتمدين على الماء والكهرباء والطاقة، وإنما يجب أن نفكر بالبدائل، وهذه كلها يمكن تحقيقها الآن عن طريق وجود أرض زراعية، مع وجود بعض الأفكار، مع وجود الخبرة في هذا المجال، يمكن أن تحقق بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، وأعتذر عن الإطالة. يمكن انتقال أستاذ صفاء إلى المتحدث الآخر. كل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور سيف السويدي على ما قدمت لنا من هذه الأفكار الإبداعية والمميزة والفريدة. زادكم الله علما ونفع بكم وجعلكم كالغيث النافع أينما حل نفع، وبالتوفيق الدائم إن شاء الله في هذا المشروع المميز. والآن أعزائي الحضور، ننتقل معكم إلى مشاركة جديدة
تصحبنا فيها سعادة الدكتورة مريم قيس، مدير الإدارة اللوجستية في منصة أريد العلمية. وإليكم أعزائي الحضور نبذة مختصرة لسيرتها الذاتية. سعادة الدكتورة مريم قيس مهندسة معمارية حاصلة على شهادتي الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الطاقة الوطنية الماليزية، وشهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من الجامعة الوطنية الماليزية أيضا. مدير الإدارة اللوجستية في منصة أريد العلمية، وهي مدير تحرير مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات والاتصال العلمي، وعضو في هيئة تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. نشرت كتابا عن البناء الجاهز في ماليزيا ومتاح على متجر أمازون للكتب، ونشرت كتاب آخر باللغة الإنجليزية بعنوان الراحة الحرارية داخل الأبنية التي تم بناؤها باستخدام نظام البناء الجاهز، وهو موضوع الدكتوراه. شاركت في تنظيم أكثر من 15 مؤتمرا علميا دوليا، ولها أكثر من 20 مشاركة علمية في مؤتمرات دولية، ومؤلفة لأكثر من 20 مقالة علمية منشورة، بعضها مفهرس في قواعد بيانات سكوباس وآي إس آي، مهتمة بمواضيع البناء الجاهز والراحة الحرارية داخل الأبنية والأداء الحراري للأبنية وكذلك الاستدامة في البناء. تفضلي دكتورة مريم، معكم الصلاحية الكاملة. شكرا جزيلا أستاذة صفاء، شكرا على هذا التقديم المتميز، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. أهلا وسهلا بالحضور الكريم جميعا. الآن أشارك الشاشة معكم. ظهرت الشاشة؟ نعم دكتورة. نعم نعم ظاهر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم راح نشرح عن القرية، قرية أريد العلمية. سبق وأن شرحوا عنها الأساتذة الدكتور سيف والدكتور معاذ، مشكورين. القرية، فكرة قرية أريد العلمية جاءت من المفهوم الشائع الآن والمتداول، وهو الاستيطان المنزلي، هوم ستادينج باللغة الإنجليزية. هذا المفهوم أصبح عالمي وشائع. ماذا نعني بالاستيطان المنزلي؟ الاستيطان المنزلي أنه يمكن تخصيص مساحة من الأرض كأن تكون مزرعة ليبنى فيها بيت صغير، وتعمل على مفهوم الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي للفرد وللأسرة، ممكن أن يربي حيوانات، يزرع نباتات، ويأكل من عمل يده. يعني الفكرة هي أن نأكل من عمل أيدينا، والاكتفاء الذاتي كما مثل ما وضحوها الأساتذة. وهذه هي فكرة الاستيطان المنزلي. الاستيطان المنزلي يعني موجود أكثر المصطلحات شيوعاً، homesteading وsettling وcolonizing. باللغة العربية يترجموه إلى الاستيطان المنزلي، وهذه البحوث في البحوث العلمية هذه المصطلحات الثلاثة المستعملة حاليا. نعم، بهذا مشروعنا هذا حاولنا أنه نوسع هذا المفهوم، مفهوم الاستيطان المنزلي، حاولنا نوسعه وعملنا على إنشاء قرية مصغرة، لإنشاء قرية مصغرة لتطبيق مفاهيم الاستيطان المنزلي وتأطيرها بإطار علمي. شكلنا فريق بمنصة أريد، شكلنا فريق علمي، وبالبداية قمنا ببعض الدراسات، عملنا يعني جمعنا بعض الدراسات عن هذا الموضوع، وهذا الشيء اللي كلفت به بحكم تخصصي بالهندسة، كلفت به من قبل منصة أريد للعمل على هذه الدراسة. طبعا بالجوجل سكولر هنا مثل ما حضراتكم تلاحظون أنه موجودة الكثير من البحوث اللي تم نشرها بهذا الموضوع، حوالي 43,100 بحث علمي.
من بحوث كتب ومؤلفات كثيرة تم نشرها على موقع جوجل سكولر في هذا المفهوم، مفهوم الهوم ستادينج. فقط في سنة 2023، هذه السنة كانت المنشورات أكثر من 800 منشور. ثواني فقط، هذه شاشة الزوم. نعم، بهذه السنة، سنة 2023، تم نشر 890 بحث علمي بهذا الموضوع. هذا يعني هذا الشيء يوضح أنه فكرة الهوم ستادينج هي فكرة يعني أصبحت عالمية ولها توجه عالمي بهذا المجال. بالنسبة للغة العربية، يعني للأسف لم نجد مصادر، المصادر شحيحة جدا ولا تكاد تذكر. جوجل سكولر ما موجود مصطلح الاستيطان المنزلي، لكن موجود بالجوجل العادي وليست بحوث علمية، يعني مواقع عادية، ولا زالت المصادر شحيحة جدا باللغة العربية. هذا الكم من البحوث المنشورة، مثل ما قلنا، أنه هذا الكم الكبير من البحوث المنشورة يؤكد أنه الاتجاه عالمي بهذا المجال. وأيضا حتى بموقع أمازون موجود العديد من المنشورات، أصبحت الكتب أصبحت تباع بشكل كبير، وموجودة على موقع أمازون للكتب المئات من الكتب، من أشهرها هذه الكتب الأشهر في هذا المجال، The Encyclopedia of Country Living، هذا واحد من أهم وأشهر الكتب، وكذلك Backyard Homesteading، وهذه الكتب الأخرى. هذا الكتاب الثاني يوفر 40 project، مثلاً 40 مشروع ممكن أنه الأشخاص الراغبين بإنشاء هذه المشاريع ممكن أنه يتبعوها خطوة بخطوة، step by step sustainability living، لتحقيق الاستدامة. أيضا هذا الكتاب The First Time Homesteader، تعلم الأشخاص الراغبين يعني كيف يكونون مستوطنين، أطلقوا عليه مصطلح homesteader، وهو المستوطن القروي أو المستوطن المنزلي ممكن نسميه بالعربي، أنه من أول مرة، يعني أول مرة ما عنده خبرة وما عنده تجربة، كيف يكونون معه خطوة بخطوة. هذا الكتاب يشرح خطوة بخطوة. أيضا في كثير من الكتب مثل هذه، أيضا Homesteading for Beginners وغيرها للمبتدئين، هذا يشرح عن الهيربال الأعشاب اللي ممكن المستوطن المزارع يستفيد منها، كيف يربيها ويستفيد منها. وتوجد الكثير من الكتب أيضا. هذا الكتاب أيضا سلسلة فور داميز، Backyard Homesteading، 5 كتب في كتاب واحد. طبعا هذه سلسلة مشهورة، فور داميز تألف يعني عدة في مواضيع مختلفة، تألف تنشر سلسلة من الكتب، وهذه السلسلة هي 5 كتب في كتاب واحد. أغلبها يعني هذه الكتب تشرح عن طرق من البداية، مثل ما قلنا ستيب باي ستيب، من إيجاد الأرض إلى بناء البيت الصغير، والتعامل مع الحيوانات وتربيتها، وتعامل زراعة النباتات والاستفادة منها، ويعني التفاصيل كلها اللي بهذا الموضوع، اللي تصب بهذا الموضوع وتفيد الشخص اللي راغب هذا أنه يستمر بهذا المجال. حتى بعض الكتب تم مناقشة الأجواء الأسرية وكيفية تهيئتها وتنميتها بهذه البيئة الحيوية. طبعا قمنا بالفريق، الفريق اللي موجود، الفريق اللي أعمل معه،
جمعنا المصادر بهذه المفاهيم حتى يعني يتم دراستها بشكل عميق. وبحكم تخصصي بالبناء الجاهز لأكثر من 10 سنوات، ساعدني أنه أفهم هذا الموضوع بطريقة أسهل، ويعني تكوين تصور واسع عن الموضوع، لأنه الأفكار متشابهة في بناء مثل هكذا بيوت. مثل ما تلاحظون، هذا كتابي في تخصص البناء الجاهز. كنا الأغلب كنا نعتقد أنه البناء هو فقط يكون بالطابوق والإسمنت وهذه المواد، البناء التقليدي. لكن الآن منتشرة طرق بناء مختلفة، طرق بناء سريعة وأرخص بكثير من البناء بالطابوق والإسمنت. يمكن أن يبنى البيت مثلاً بأسبوع واحد أو أقل، وتكلفته ما تتجاوز 10% من تكلفة البيت اللي يبنى بالطابوق. تكون هذه البيوت ميزتها سريعة، وسريعة البناء صغيرة وبسيطة. طبعا أكيد لكل شيء محاسن ومساوئ، لكن اللي يعني يرغب أنه تتوفر له مثل هذه البيوت الصغيرة السريعة سريعة البناء، ممكن أنه يتجه بهذا الاتجاه. طيب، لماذا هذا التوجه؟ لماذا التوجه نحو الاستيطان المنزلي؟ وهذا الاهتمام به، والكثير حتى باليوتيوب ممكن تشوفون يعني كثير من اليوتيوبرز أخذوا هذا المجال. تكون عنده مزرعة، خاصة بالدول الغربية موجودين. والمرة الماضية شفت واحد من العراق أيضا موجود، ياخذون مزرعة ويضعون به بيت صغير، ويحضر حيوانات، ويقوم بزراعة بعض النباتات يستفيد منها. لماذا هذا الاتجاه في هذا الوقت؟ طبعا يوفر الكثير من المميزات. هذا الموضوع، هذا المفهوم، يوفر الكثير من المميزات، منها أنه هي طريقة لكسب دخل مادي من خلال بيع المنتجات الحيوانية والنباتية. هذا واحد من الفوائد. أيضا يوفر فرص عمل عن بعد، ممكن يجلس بالمزرعة ويعمل عن بعد ما دام يعني الأمور عنده متوفرة، الأمور التقنية متوفرة، فممكن يعمل هذا الشيء. هو قاعد بمدرسة عفوا بمزرعته وبالهدوء والاستقرار، ويقدر يعني يقدر عفوا يتوفر إلى فرص عمل عن بعد. أيضا ممكن من فوائده أنه تحول في أسلوب الحياة نحو الاعتماد على الذات، الاكتفاء الذاتي، التشجيع على مفهوم الاكتفاء الذاتي، خاصة في يعني في ظل الظروف اللي يعني عدم الأمان من الغذاء، الصحة، الاقتصاد، هذه الأمور الغير مستقرة الآن اللي موجودة، عدم الاستقرار العالمي. هذه الأمور تدعونا إلى التفكير بإيجاد بدائل، وضحها أيضا الدكتور سيف، بدائل تكون مستدامة أكثر. ويعني إحنا النخب العلمية أولى بهذا التفكير، أولى بأنه نجد بدائل غير أن نكون مستهلكين. ليس فقط أن نكون مستهلكين، نستهلك الغذاء ونستهلك الطاقة ونبقى على هذا الوضع. يجب علينا إيجاد بدائل، نكون إحنا معتمدين اعتماد ذاتي على أنفسنا، ونحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي ومفهوم الاستدامة. أيضا الاستيطان هذا هو شكل من أشكال الحرية. العائلات ممكن تأخذ حريتها أكثر، تستقل وتعيش يعني باستقلال أكثر، وعيش أقل يعني بعدا عن الشبكات والإنترنت والأمور التقنية هذه اللي يعني أشغلتنا بيومنا وتعبت تفكيرنا. أيضا
من الأمور اللي يوفرها أنه صحيح بعيد هو عن الضوضاء وبعيد عن المدينة، لكن ما دام الإنترنت موجود فهو يبقى على اتصال. ما دام الإنترنت موجود وما دامت هذه الأمور موجودة، أمور الاتصال، فممكن أن يبقى على اتصال، ما راح يكون بعيد، ما راح يكون معزول. من الأمور المهمة أنه يتوفر هذا المفهوم، يوفر ويحقق مبدأ الاستدامة مثل ما شرح عنها بالتفصيل دكتور معاذ، مشكوراً. نقلل الطاقة المستهلكة، الإنسان الآن صار يستهلك طاقة بشكل كبير جداً. الريزيدنشال بيلدينغ صارت، أو عفواً ما يسمى بالأبنية السكنية، هي من أكثر الأبنية استهلاكاً للطاقة، الطاقة الكهربائية. فممكن تقليل استهلاك الطاقة بعدة طرق والحفاظ على البيئة. نعم، المفهوم الآخر اللي ممكن نوضحه الآن، ممكن أن يعني أخذنا منه بعض الأفكار أيضا، هو مفهوم التايني هاوسز، أيضا موجود بالجوجل سكولر، عليه بحوث كثيرة والتوجه عالمي في الدول الغربية الآن نحو هذه البيوت الصغيرة أو التايني هاوسز. مثل ما تلاحظون موجود الآن، لحد الآن موجود 5440 نتيجة في جوجل سكولر بحوث عن هذا الموضوع. راح نعرض بعض النماذج للاطلاع حتى حضراتكم تطلعون عليها. مثلا هذا البيت ممكن قابل للحركة، بيت صغير وقابل للحركة عفوا، موجودة بالإطارات، مزود بإطارات، ممكن يعني أن ينقل من مكان لآخر ويستفاد منه في العيش على المدى القصير. هذا أيضا نموذج آخر، طبعا أبدعوا المعماريين والمصممين في هذا المجال، تصاميم مختلفة. هذا نموذج آخر حسب ما يناسب أذواق الناس. أيضا ظهر مفهوم الفولدبل تايني هاوسز، أو البيوت الصغيرة القابلة للطي. ممكن البيت يطوى عدة طيات، هذا هو البيت، ممكن يطوى ويصبح بهذا الشكل وينقل، يصبح على شكل كونتينر يعني، وينقل ثم يعاد فتحه مرة أخرى بهذه الخطوات إلى أن يتم فتحه بالكامل، ويعني يفتح مرة أخرى ويصبح قابل للعيش. هذا المفهوم أيضا موجود الآن في الأسواق وبالصناعة. هذا أيضا نموذج آخر، ممكن أنه ما يطوى كل البيت، لكن تطوى أجزاء منه، مثلا هذا الجزء يمكن طيه وتحريك البيت وإعادة فتحه. يعني هذه نماذج لبعض ما موجود في الدول الغربية خاصة، الآن متجهين بهذا الاتجاه مثل ما قلنا. الآن بمنصة أريد تم تكليفي مع الفريق عمل نموذج لبيت، قمنا بعمل نموذج لهذا البيت لاختبار يعني هذه الفكرة، تطبيق هذه الفكرة. هذا هو البيت اللي قمنا أول شيء بالبداية بتصميمه، عملنا عليه بداية هذه السنة، موجود في المزرعة الآن. البيت هذا كلف 18500 دولار تقريبا، مكون من صالة، هذه هي الصالة، وغرفتي نوم وخدمات، وأيضا مكون وهذه الشرفة، طبعا شرفة يعني كانت جميلة جدا، وغرفة يعني شرفة صغيرة للجلوس وعلى إطلالة جميلة.
هذا هو البيت من الشكل الخارجي، تم تنفيذه كنموذج. تم استخدام الحديد، وتم استخدام الحديد في الهيكل مثل ما تلاحظون، والخشب في الجدران، وكذلك الساندويتش بانل اللي هي العوازل، عازل حراري، تم استخدامها، تم تركيبها على الجدران لضمان الراحة الحرارية في داخل البيت. هذا هو لقطة أخرى للبيت، هذه لقطة مقربة أيضا. ممكن أن نعرض بعض الصور. ممكن أن نعرض بعض الصور، نستعرض بعض الصور. هذه هي مراحل إنشاء البيت، العمل بالبيت. أول شيء كان الهيكل، هيكل حديد فقط، بعدها تم هذه الأرضية طبعا، تركيب الإطارات، بعدها تم خطوة بخطوة، هذه هي الخطوات كلها. تركيب هيكل السقف، ثم بعدها تم تركيب الخشب والعزل الحراري تحته. نعم. نعم، الآن هذا هو نموذج يعني للبيت اللي يعني ردنا نعرف أنه هل تنجح هذه الفكرة؟ هل يعني ممكن تنفيذها؟ وبالفعل تم نجاح هذا المشروع وتم تنفيذه، وأيضا ممكن أن يزال في يوم واحد، يعني سهل الإزالة وسريع البناء. هذه هي ميزاته، ومريح. الشكل جميل، شكل كان جدا متميز، تجانس الهيكل الحديدي مع الخشب كان يعني متميز، الألوان كانت جميلة، والمساحة مريحة، ليست كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، وسريع، والتكلفة كانت يعني affordable، نقدر نعتبرها أو يعني محتملة، أو يعني في باليد ممكن نقول عنها. فهذا المشروع هو في تركيا مثل ما تحدث الدكتور سيف، وبين لكم مكان أو موقع المشروع. هذا المشروع راح يتم استنساخه، هذا النموذج راح يتم استنساخه في القرية، في قرية أريد العلمية، إلى 10 نسخ إن شاء الله، 10 منازل، كل منزل ممكن أن يستضيف 4 أشخاص، يعني المجموع يكون 40 شخص إن شاء الله. وأيضا سيتم توفير، بالإضافة إلى هذه المنازل، يتم توفير قاعة تدريب، وورشة عمل. قاعة تدريب طبعا أيضا تسع ل 40 شخص من الضيوف، ضيوف المنصة مثلا، أو الأمور التدريبية اللي تحتاج مثل هذه القاعة. ممكن أيضا يتوفر ورشة ومختبر عسل ومسجد، وكذلك مطعم صغير كخدمات، يعني خدمات للمشروع. نعم. الآن يعني تم تكليفي من قبل منصة أريد لتشكيل لجنة من المهندسين والمعماريين لدراسة المشروع هندسيا، وبحكم تخصصي هذا فقد يعني تم تكليفي بتشكيل المجلس الهندسي للقرية العلمية.
فأي شخص راغب من أهل التخصص، من أصحاب التخصص، من الحضور الكرام، ممن لديه خبرة بهذا المجال، ممكن يلتحق معنا بهذا الرابط. ممكن ننسخ الرابط ونضع لكم في صندوق الدردشة. هذه استمارة ممكن لحضراتكم، لمن يرغب بملئها ممكن أنه يملأها ونتواصل بكم إن شاء الله. ظهر الرابط. نعم، ممتاز. الآن الرابط مع حضراتكم. ممكن لأي شخص، يعني راغب بالتقديم ولديه خبرة بهذا المجال، ممكن يقدم هذه الاستمارة. شكرا جزيلا لكم، شكرا على حسن إنصاتكم، وإن شاء الله يكون مشروع موفق ومتميز، ونراكم فيه إن شاء الله. يكون اجتماعنا ليس القادم، يعني لأن المشروع يحتاج إلى وقت. إن شاء الله بعد المحفل القادم أو بعد محفلين ممكن أن نجتمع فيه، ويكون يعني مركز مقر للمحفل. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لك سعادة الدكتورة مريم قيس على ما قدمت لنا من هذه الأفكار والثمار التي تم طرحها في هذا المشروع المميز والمعلومات النافعة. جزاك الله كل خير، وزادكم من العلم النافع والعمل الصالح. نعم، والآن ننتقل معكم أعزائي الحضور إلى رحلتنا الأخيرة المشوقة، يصحبنا فيها سعادة الدكتور عماد المغذوي، مطور أعمال ومطور في الذكاء الاصطناعي. وإليكم أعزائي الحضور نبذة مختصرة لسيرته الذاتية. سعادة الدكتور عماد المغذوي، بكالوريوس اقتصاد إسلامي، جامعة أم القرى، حاصل على شهادة الماجستير MBA، جامعة العلوم والتكنولوجيا الإسكندرية، وحاصل على الإجازة في تلاوة القرآن برواية حفص، وباحث في الدراسات القرآنية، ومطور أعمال ومطور في الذكاء الاصطناعي. وسيقدم لكم حضورنا الكريم مشاركته القيمة. فليتفضل سعادة الدكتور عماد، مشكورا ومأجورا. تفضل دكتور، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. حقيقة يعني بعد طرح الدكتور بروفيسور معاذ والدكتور سيف والدكتور مريم جزاهم الله خير، طرح كان مشوق جدا وجميل، وحقيقة يعني يفتح الآفاق كثير. أنا طبعا أتكلمكم الآن من مدينة دوزجة اللي تكلم عنها الدكتور سيف. وفي حكمة تعلمتها وأنا في دوزجة، تقول اللي يكون ساعته اليومية مع المدينة فهو يكون مخالف للطبيعة، بينما اللي يكون ساعته اليومية مع الطبيعة يكون ماشي مع الطبيعة، وبالتالي يزيد الإنجاز عند الإنسان. طبعا أهل الأرياف عادة عندهم حكم جميلة إنه ذهنهم صافي. قبل ما أبدأ كمان في تعليق لطيف كذا تذكرته، أو معلومة يعني، وأثناء البروفيسور معاذ يتكلم موضوع الاستدامة، أو موضوع اللي هو التوافق مع الطبيعة في الأفكار العامة أو مع الأشياء الطبيعية. يعني من المعلومات اللي كنت أعرفها قديما، الناس اللي تعمل في المكاتب عادة بين فترة وفترة يصيبهم صداع مفاجئ. الصداع هذا غالبا يكون بسبب الموجات الكهرومغناطيسية من كثرة الأجهزة، فكان يحرص أو يعني يفضل أن يضاف شجر الصبار في المكاتب، شجر الصبار يسحب هذه الموجات. فهذه كذا بس معلومة على الطائر نستفيد منها إن شاء الله جميعا. طيب إحنا إن شاء الله نبدأ الآن نتكلم عن جانب الاستثمار والتطوير، ونتكلم عن مدينة دوزجة. دكتور سيف جزاه الله خير تكلم عن بعض النقاط فيها، وإحنا نحاول يعني يمكن يكون بعض المعلومات مكررة، لكن نتكلم إن شاء الله بشكل تفصيلي إن شاء الله. أولا نتكلم عن نفس منطقة دوزجة. منطقة دوزجة هذه خريطة أمامنا،
طبعا المناطق المجاورة كلها سياحية، بولو بعدها، صبنجا قبلها، بورصة تحت تكون يلوى، يعني كلها مناطق عادة في جانب الاستثمار المناطق المعروفة تكون أكثر ارتفاعا في الأسعار. أما دوزجة سبحان الله لم يعني تحظى بهذه الشهرة كما حظيت جاراتها يعني من المناطق، فهذه تعتبر فرصة. أما العناصر الموجودة فيها كثيرة جدا، حنستعرضها مع بعض بإذن الله. ميزتها أنه تعتبر قريبة من اسطنبول، مشوار يعني اسطنبول أصلا من شرقها إلى غربها بالسيارة ساعتين، فالمشوار يعني من الأوروبي إلى دوزجة، من المنطقة الأوروبية إلى دوزجة ساعتين ونص، بينما من مطار صبيحة ساعة و45 دقيقة. فتعتبر منطقة قريبة والجانب الاستثماري فيها يعتبر جيد. طبعا المناطق هذه عادة متشابهة في الطبيعة، وأيضا تعتبر فيها فرص ممتازة استثمارية لأنها كلها على ساحل البحر الأسود، فكلها تقريبا متشابهة من ناحية الطبيعة. طيب الآن هي أيضا كمان نفس الشيء تقع في المنتصف بين اسطنبول وأنقرة، فكجانب استثماري أنا بعزز الجانب الاستثماري أكثر، لأنه عادة إذا شخص بيستثمر يحب أن يضع ماله في منطقة قابل أنه هو يستثمر أو يتنمى له هذا المال. سميت مدينة دوزجة بمدينة الشلالات والبحيرات، لذلك كثرة البحيرات والشلالات تحتويها. وبالمناسبة كلمة دوزجة بالتركي كلمة دوز يعني مستقيم، فهي المدينة دوزجة أي ذات استقامة ومدينة مستقيمة، تحيط بها الجبال من حولها، لكن ممكن تراها في بعض الصور صراحة شيء رائع جدا، وفي كل أنواع الطقس ممكن ترى فيها، يعني ممكن في جبال تطلع فيها تشوف أنت فوق السحاب، بعض الأحيان تجد نفسك يعني تشوف المنطقة صح وتجد فيها جمال يعني يأخذ بالباب. يعني الثقافة والعادات، طبعا في معلومات جميلة، حتى شعار البلدية هو شعار الفارس العثماني اللي هو كنور ألب رفيق سلاح السلطان عثمان الأول، هذا شعار البلدية، يعتزون بهذا الشعار كثير. المدينة فيها خليط من الأعراق، وأيضا يمكن العرق الأكثر فيها هو عرق الشركسي اللي هم من شرق أوروبا، فيهم طبيعة مرحبة بالأجنبي وفيهم مهاجرين كثر قديما، يعني مختلفين عن كثير من الولايات الأخرى، يعني طابعهم إسلامي. هذه الصورة اللي في يسار الشاشة، نسبة الانتخابات الأخيرة تقريبا 71% كانت لصالح العدالة والتنمية، فطابع البلد محافظ، فهذا شيء كمان جميل جدا يحفز على الاستثمار والتعايش مع الناس في هذه المنطقة. أيضا جامعة دوزجة حقيقة جامعة ملفتة جدا للانتباه، الجامعة فيها شعار الجامعة تنتج قيم، جامعة تنتج قيم، فيها ما يقارب 30,000 طالب وطالبة. وضعت الجامعة في طرف من دوزجة بعيد عن الوسط حتى تنمو المدينة كوسط. منطقة دوزجة فيها 7 مناطق إدارية، فهذه داخلة في المنطقة الوسطية اللي هي دوزجة المركز كما تسمى. فالجامعة حيوية وتعطي جانب حيوي أيضا للمدينة، فتكون مدينة فتية يعني. كما ذكر الدكتور سيف من ناحية عدد السكان قليل ويتزايد، بالمناسبة حتى العرب فيها قليل ليسوا كثير يعني، لكن يمكن أول من سكنها أو أول من يعني هاجر إليها من العرب هم العراقيين قديما، يعني في ناس لهم 13 سنة في دوزجة. السوريين قليل، لكن السياحة تعتبر فرصة بالنسبة لأي أحد حابب يستثمر في هذه المنطقة. الآن عندنا أيضا من جانب استثماري مهم جدا في مشروع استراتيجي في تركيا يسمى القطار فائق السرعة وليس السريع، هذا القطار سيمر من دوزجة، فهذا تقريبا يختصر المسافة من اسطنبول إلى أنقرة في 90 دقيقة، فسيكون له محطة يتوقف فيها في دوزجة. المدينة تصنيفها تعتبر مدينة صغيرة، ولكن هناك هدف للدولة أن تتحول إلى مدينة كبيرة، تحولها إلى مدينة كبيرة هو إضافة المترو، إضافة التراموي، فيها باصات نقل وكذا، لكن ما تعتبر كبيرة يعني صغيرة المدينة، فالآن هم يعني يريدوا أن يؤسسوا لهذا. لذلك أيضا هذه من الفرص الاستثمارية المهمة، أنه ممكن مدينة تنشأ
ويكون لك استثمار فيها مبكر. في نقاط أخرى حذكرها خلال الشرائح الأخرى في جانب الاستثمار إن شاء الله. أهم شيء عندهم موجود في الزراعة هو تصدير البندق، يعني حتى تجد محلات اللي هو تقشير البندق، ممكن تنزل تشتري بالكيلو بندق فريش وتأخذه. فكل الناس عندهم تقريبا أشجار البندق هي أساسية، وحتى من الأشياء الطريفة بعض الأحيان في بعض الفنادق اللي في الجبال تسمع صوت السناجب وتشوفها في بعض الغابات، تشوفها تأخذ من البندق يعني. طيب، الفرصة الاستثمارية في دوزجة، طبعا أنا بحاول إني ما أطول عليكم لأنه ما شاء الله والإخوة يعني جزاهم الله خير كفوا ووفوا، بس أحاول أشير للنقاط المهمة. أنا الآن أتكلم بصفة عامة، يعني كبيئة استثمارية مناسبة. أول شيء، دوزجة منطقة غير مشهورة عند المستثمرين والسياح، وهذا يمثل طبعا فرصة إنك أنت تكون من الأوائل فيها، خصوصا لو كانت منطقة جيدة يعني فيها مقومات. تعتبر منطقة بكر للاستثمار العقاري الخليجي والعربي، يعني لأنه قليل زي ما ذكرنا. منطقة تجمع بين الاستثمار العقاري والزراعي والحيواني. المقومات السياحية فيها كثيرة ومتنوعة بين النهر والشلال والبحر والغابات. وأضيف شيء رأيته بعد ما سوينا الشريحة هذه اللي هو المغارات، فيها مغارات عجيبة غريبة يعني في المنطقة، يعني مسافات متقاربة تستطيع أن تتجول فيها في خلال وقت قصير، يعني هذا كمان نقطة مهمة جدا. قريبة من اسطنبول ومن المناطق السياحية المشهورة سبنجا وبورصة وبولو. يعني بالمناسبة كثير من الناس يعني يعرف طرابزون وكثير منهم سافر. أنا تفاجأت في طرابزون تبعد بحيرة أوزنقول عن طرابزون ساعة ونصف، أنا كنت أظنها قريبة. والناس يعني شايفتها شيء جميل جدا وهي كذلك جميلة، لكن أنا أتكلم عن تقارب المناطق السياحية كمقومات جيدة. هذه هي النقطة، المسافات بين المعالم السياحية فيها متقاربة. أسعار العقارات فيها تعتبر منخفضة. في نقطة مهمة أبغى أشير لها في موضوع الأسعار، دوزجة بعيدة عن الفقاعة العقارية اللي حاصلة في اسطنبول لمن يعرف في عالم العقار والاستثمار، بسبب أنه هي أصلا نموها تلقائي، تتأثر فقط بموضوع الليرة وكذا، لكن نموها حقيقي يعتبر. وبالتالي زيادة الأسعار فيها هي ناتجة عن نهوض المدينة اللي بتحاول تدخل تنافس مع مثيلاتها من الولايات المجاورة. جامعة دوزجة سيتم توسيعها حتى يصل عدد الطلاب إلى 60,000 طالب وطالبة، ولذلك يعتبر أيضا أحد أنواع الاستثمار راح نتكلم عنها اللي هي منطقة الجامعة. الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة. أيضا أنواع الاستثمار، يعني أنا بتكلم زي ما ذكرت لكم عن بصفة عامة حتى الواحد يعرف ما هي البيئة الاستثمارية. الفلل السكنية فيها كثيرة وتعتبر مرغوبة لأنه مناطق ريفية أغلبها، شقق سكنية، منتجعات سياحية، بيوت، أكواخ ريفية. وأحب أشير، الدكتور معاذ ذكر نقاط صراحة جوهرية بالمناسبة، في كثير من النقاط اللي ذكرها هي مطبقة فعليا بين الأهالي والناس في موضوع البناء، أشكال كثيرة متنوعة. وبالمناسبة أيضا أن هذه المباني تسمى بري فابريك، يعني شبه جاهزة، مقاومة للزلازل لأنه ما فيها قوة أو متانة اللي تجعلها تتكسر، هي عبارة عن أعمدة حديد ترفع ويوضع بينها يعني شيء شبيه بالطوب يعني لكنه خفيف، وبالتالي مقاومة الزلازل فيها تعتبر عالية وما فيها مخاطر كثيرة يعني بفضل الله. تطوير العقاري، سكنات الطلاب، هذا من أنواع الاستثمارات بصفة عامة. المحلات التجارية، استثمار حيواني، أبقار، عجول. في بعض الإخوة العرب عندهم مصنع أجبان وألبان يصدروا خارج تركيا من دوزجة. طبعا كمان معلومة مهمة، دوزجة تعتبر قريب من مطار صبيحة، امتداد مطار صبيحة، حتى دوزجة، إزميت، وهذه المناطق كلها تقريبا فيها مناطق صناعية، والميناء أيضا في ذلك المكان. فضروري جدا أن الاستثمارات تكون قريبة من الموانئ، حتى لأن النقل، تكلفة النقل تعتبر مرتفعة في تركيا. استثمار زراعة في أشجار البندق، مصنع ألبان وحليب، مصانع الأخشاب. أيضا موضوع الأخشاب هذا، بعض الأحيان البلدية تخصص أماكن للمتعهدين لتقطيع بعض الأماكن في الأشجار، فتجمع في منطقة ثم ترحل إلى المصانع لتم تقطيعها ووضعها في شرائح وتوزيعها إلى المصانع الأثاث. أهداف الاستثمار للمستثمر بصفة عامة في دوزجة، تنمية المال طبعا هذا شيء أساسي، الإقامة العقارية، البعض يأخذ عشان إقامة عقارية لأنه منطقة مفتوح فيها الإقامة. الإقامة العقارية ما هي موجودة في كل مكان، فدوزجة مفتوحة. الجنسية التركية أيضا طبيعة الحال. الاستثمار والسياحة الخاصة،
الاستثمار في السياحة بصفة عامة كمنتجعات، وجدنا شيء جميل، أهل دوزجة هم أيضا يستثمرون في هذا المجال، يأخذوا بعض المناطق اللي تكون مميزة وهم يعرفوا تطور المدينة، وإحنا بنلاحظ هذا الشيء وسرعة التطور فيها في سفلتة الطرق وبعض الجبال وارتفاعاتها، بيرتبوا الطرق بشكل كبير وكأنها تستعد، يعني تحاول تتجهز بشكل كبير للسياحة خلال ال5 سنوات القادمة ربما. يعني حتى بعض شركات المقاولات أهدافهم يعني من ضمن شعاراتهم نحو مدينة عصرية جديدة أو شيء زي كذا من هذه العبارات. إحنا الآن ننتقل إلى نقطة أخرى تكلم عنها الدكتور سيف، المعمل التقني. هذا المعمل لنا، المعمل التقني حقيقة نقطة ذكروها الإخوة كلهم جميعا، أنه لما نتكلم عن أفكار مثل هذه في بداية الأمر يتنامى إلى الذهن أن هذه تكاليف مرتفعة جدا، بينما في الحقيقة لا، هي مجرد وجود النو هاو كما ذكر الدكتور معاذ. وجود النو هاو هو يقلل من التكاليف، وزائد لو أبغى أسميها يعني هي ضد مفاهيم كثيرة عند التجارة للأسف، اللي هو الطمع أو الربح العالي، الطمع في الربح. كل ما الإنسان فكر بالاستدامة يستطيع أن هو يفتح أبواب كثيرة في التطوير، وبالتالي تكون فرص. طبعا هذه احنا على اليمين الصورة هي صورة طابعة 3D نتعامل معها، ومعنا أحد الإخوة هو أصلا كان مدير خط إنتاج لطابعات 3D يعني. والصورة في المنتصف المعمل والأدوات، والصورة على اليسار الأدوات الإلكترونية نحن نصنعها ونبيع المنتج في السوق. ليس هدف تسويق، إنما نحن نبشر إخواننا أنه إن شاء الله كل النهاية هذا متاح للجميع، وبإذن الله هذه القرية العلمية تكون منارة لنشر العلم ببيئة مستدامة وصحية. هذا المنحل الخاص بجامعة دوزجة، هنا في كم صورة، أخذينه في منطقة بعيدة عن الجامعة في طرف تقريبا منطقة دوزجة الجهة الشرقية، وكذا يعلم الطلاب. وصورة المنحل، الصورة اللي على اليمين فيه شخص معاق لابس أزرق، هذا الشخص بالمناسبة هو تخرج من هذه الكلية، وتخرج من قسم اللي هو النحل يعني أو العسل، وأسس علامة تجارية خاصة فيه بمنحل خاص فيه ويبيع هذه المنتجات. فهم هدفهم يطلعوا طلاب عندهم مناحل، وتعتبر أنواع النحل الموجود يعني يعتبر من أرقى الأنواع، مصنف عالميا في هذه المنطقة، فالناس مهتمة جدا. لذلك الدكتور سيف أشار لهذه النقطة، وهذا شيء يستفاد منه حتى يمكن أن يكون تعاون بيننا وبين الجامعة، بل صار كلام بيننا وبينهم بشكل واضح أنه ما عندهم مشكلة لتطوير البحث العلمي بالتعاون معهم، وطرق علاج بصوت النحل، وكلام حقيقة يعني يفتح الآفاق كثيرا عند الباحثين والمتخصصين. أخيرا، نقاط ذكرها الدكتور سيف بس أحب أشير لها، برنامج الاستثمار في القرية العلمية. احنا يعني هنا يمكن البعض يعني ان شاء الله هذا الملف يكون متاح للجميع. تقوم بطرق التايم شير زي ما ذكر، تقسم بحيث انه يسهل على الجميع انه يستثمر ويطور في هذا المجال، وايضا يكون فرصه للمشاركه في هذا المشروع. سعر السهم ان شاء الله يحدد لاحقا، والسعر السهم يعني كل 3 اشهر يرتفع بنسبه بناء على التطوير اللي يصير في المدينه، كما هو متبع في اغلب المشاريع الاستثماريه. العائد السنوي تقريبا من 10 الى 15%، يحسب العائد نهايه العام وتوزع الارباح على المساهمين. الاسهم تكون مثبته في كاتب العدل التركي، يوجد محامي للمشروع ومحاسب قانوني. دخل القريه من الايجارات، الوحدات السكنيه، الزراعه، العسل، الدورات، الاستشارات في مجال الزراعه، المؤتمرات والورش الصناعيه وبراءات الاختراع. وايضا يعني في الغالب يكون هناك افكار اضافيه كثيره ان شاء الله، لأنه إن شاء الله الأعمال المستدامة هذه ربنا يبارك فيها، فتكون فرص البيع فيها أو فرص الدخل والاستثمار جيدة بإذن الله. آلية الاستثمار في القرية العلمية، إحنا إن شاء الله بإذن الله سنجمع في القرية بين بيئة علمية بحثية صناعية، ونفتح باب الاستثمار إن شاء الله في 1/12 حتى آخر الشهر، وسيكون هناك تسجيل للأسهم والحصص في يوم 1/1 إن شاء الله 2024، وسنعمل على بناء القرية. هذه التواريخ احنا ان شاء الله نضعها، لكن قد تكون متقدمه، وان شاء الله نحاول ما تكون قبل ممكن، يعني باذن الله حسب الجهود والاجتماع من الجميع باذن الله. والافتتاح الرسمي للقريه باذن الله في 10/4/2025، وتستضيف نسخه المحفل العلمي الدولي 16. جميع المستثمرين لهم تذكره المشاركه والاقامه في القريه مجانا خلال ايام المحفل العلمي الدولي. اخيرا احب اشير لنقطه،
أن فكرة القرى في تركيا كثير كثير حاول وفي جهود حقيقة وفي قرى سارت، لكن لأول مرة فكرة قرية علمية أن تكون بهذه الطريقة. الأغلب كانت هي عبارة عن أنه توفير مساكن رخيصة أو استثمار سياحي، لكن هذه الفكرة ستكون بإذن الله رائدة وفيها نفع للأمة وللعالم جميعا بإذن الله. وزي ما ذكر الدكتور سيف، هذه البداية وإن شاء الله تستنسخ. أخيرا، لإبداء الرغبة في الاستثمار يمكن هذا الكيو آر كود والرابط أيضا لتعبئة الاستمارة، وبإذن الله تكون انطلاقة مباركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع. أنا أترك هذه الشريحة أخيرا حتى اللي يستطيع يصورها من يريد يعني، وجزاكم الله خير. جزاكم بأحسن يا رب العالمين، كل الشكر والتقدير لك يا أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عماد المغدوي، مطور الأعمال ومطور في الذكاء الاصطناعي. بارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة والرائعة، وجزيت كل الخير إن شاء الله. نعم، ننتقل الآن لأخذ مداخلات بسيطة لكون تأخر الوقت. نعتذر منكم أعزائي الحضور المداخلات، لكون فقط نستطيع بضعة مداخلات بصورة مختصرة إن شاء الله. نعم، يرجى التفضل برفع أداة اليد الموجودة أمامنا على الشاشة لكي يتم إعطاء الصلاحية للكلام والاستفسار. نعم، تفضل أستاذ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بخصوص تفضل. المداخلة الخاصة بقرية أريد العلمية في جزئها الاستيطان المنزلي، لماذا الاستيطان المنزلي؟ هناك بعض مجموعة من العناصر. العنصر السادس، الباحثة الأستاذة تقول أقل اعتمادا على الشبكة والإنترنت، ومن ثم في العنصر السابع تقول عدم الانقطاع عن التواصل لاستمرارية الإنترنت، يعني الأمر غير كأنه فيه تناقض. أو بالنسبة للأطفال، يعني وجودهم في هذه القرى أو في هذه المجمعات المغلقة هل يطرح إشكال يعني بالنسبة للمدرسة، بالنسبة أيضا القرب من اللوجستيات، يعني الربط بالطرقات، الإدارات، المرافق. تجارب لدينا في الجزائر سابقا، هناك القرى التي تحقق الاكتفاء الذاتي، وهناك التعاونيات أيضا، يكون هناك مجموعة من الأسر تعيش مع بعضها في مكان واحد شبه غابة أو قرية، لديها الإنتاج الفلاحي والنبات، يعني النخيل، تصنع أيضا السماد الطبيعي من خلال البقايا الفضلات الحيوانات، أيضا المزروعات. هذه نموذج يعني كان موجود في الجزائر، اللي هو التعاونيات المستقلة والمسيرة ذاتيا. أيضا هل هذا النموذج هو نموذج المدينة الذكية إن صح التعبير؟ وإذا في عندكم تصاميم البيوت المتنقلة نريد الإفادة من فضلكم، لأننا لدينا في الجزائر المباني الصحراوية هذه، ولكنها يعني ليست بهذه المواصفات. بالنسبة للدكتور عماد المغدوي، يعني نريد التواصل معك لو سمحت، يعني لأنه فيه لدينا بعض المستثمرين من الجزائر في القطاع العقاري، ربما نوجههم لهذا المكان وربما نستفيد نحن أيضا. وما هو سعر السهم في هذه المدينة أو في هذه القرية؟ يعني بارك الله فيك. نعم، وفيكم بارك الله، شكرا جزيلا على مداخلة أستاذ عمر، بارك شكرا. الله فيك. نعم، أستاذ عماد نريد التواصل معك لو سمحت. حياك الله. أنا أرسلت على المحادثات الرقم، وإن شاء الله نرتب أيضا مع الدكتور سيف حتى نرتب الأمور هذه كلها. وما بس نقطة، سبحان الله، إحنا وجدنا في دوزجة المدارس متوفرة حتى في الجبال، ما يعني شاء حتى الله. تفاجأنا بتوصيل توصيل الباص يمشي بين الطرق الوعرة حتى يوصل الطلاب. فموضوع المدارس ملفت حقيقة، وهذا شيء جميل، والخدمات كلها متوفرة حتى في الجبال، يعني شيء جميل يعني في دوزجة.
فأرسلت لنا في المحادثات الرقم للتواصل، وإن شاء الله إحنا نرتب إن شاء الله سويا بإذن الله. كأني لم أجده الآن. الآن أرسله مرة أخرى. شكرا شكرا. أحسنت دكتور. نعم، ننتقل الآن لأخذ مداخلة أخرى. تفضلي أستاذة محاسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا تفضل. شكرا لكم وشكرا للفرصة. بالنسبة للقرية، يعني أنا أعجبت بها جدا جدا، وحسيت إنها على أرض الواقع أمامي الآن، وسرحت بخيالي يعني شديد جدا جدا كباحثة. بستفسر عن جزئية معينة في القرية، إذا كان في فرصة أو في إمكانية بالنسبة للباحثين، خاصة بالنسبة للإعجاز العلمي مكلف، وأنا باحث في الإعجاز العلمي، هل في إمكانية لإتاحة ما يعرف بالتكافل الفكري داخل القرية، باعتبار أنه يكون في صندوق، وده مقترح مني على أنه يكون في صندوق خاص للجانب المادي، لأنه في أجهزة نحن بنحتاج لها على أرض الواقع في الأبحاث الخاصة، خاصة في مجال الإعجاز العلمي، مكلفة شديد جدا جدا. دي نقطة. بستفسر أيضا من الاستثمار أيضا الفكري، بعتبر ان عندي مجموعة من البحوث، يعني قرابة ال20 بحث ممكن يتحولوا ل20 كتاب، وبديت فعلا اطبع، فدي مكلفة جدا جدا، وانا ممكن الارباح نص الكتب دي انا ممكن جدا جدا استثمر فيها، ونصها اهدى للمنصة مني انا يعني، وللمشروع بتاع القرية يعني، ما بالضرورة كل الارباح تجيني. فأنا بستفسر عن موضوع المطابع تحديدا للأبحاث، والمجالات الأخرى يعني، خاصة في رسائل الدكتوراه ماجستير، هل في أي تهيئة لأشياء جديدة داخل القرية علميا، وهل في هيكلة فكرية مؤسسية بشرية؟ عندي برضو مقترح للقرية وإنشائها في الجانب الهيكلي، باعتباري متخصص في المجال ده شديد، فإذا سمحوا ممكن أنا أديهم التصور للهيكلة، الجانب الفكري والمؤسسي والبشري لكل العلماء والفقهاء في العالم الإسلامي والعربي، عشان ما يكونوا داخل مجمع فقهي أو مجمع علمي كبير جدا داخل مؤسسيا يعني داخل القرية، إذا سمحوا لي بهذا التصور. وأشكرا جزيلا، وشكرا لكم، شكرا لكم جزيلا. شكرا شكرا جزيلا أستاذ محاسن على ما تفضلت به. أنا اسمحوا لي بس أجيب على كان الأخ الأستاذ السائل قبل الأستاذ الدكتورة محاسن يسأل على نقطة معينة حول موضوع الإنترنت، يعني يقول لما كانت النقاط متناقضة بين وجود الإنترنت وعدم وجود الإنترنت. الحقيقة الهدف هو التقليل يعني، أو عدم الغلو باستخدام التقنية. يعني لو الشخص الذي يمكن يلاحظ ويشاهد يعني استخدام الانترنت من الصباح الباكر الى المساء، نحن امام الكمبيوتر والتقنيه والانترنت والواتساب واليوتيوب والتواصل، فهي الفكره انه عدم الغلو، يعني ان نسدد ونقارب في باستخدام هذه التقنيه، مع وجود طبعا اكثر من شغله ممكن الانسان ينشغل فيها، يعني في موضوع الاجتماعات، في موضوع الابتكار، في موضوع البحوث، في موضوع التاليف، في موضوع الزراعه، حقيقة طيف واسع من الأنشطة التي تكون في مثل هذه الأماكن. الأستاذة محاسن سألت حول موضوع الإعانة والمساعدة، طبعا كلها أفكار رائعة وجيدة، يمكن لاحقا أن يعني الناس المهتمين بهذا الموضوع يمكن يكون لهم يعني ورشة عمل خاصة لإبداء الأفكار كيف يمكن أن يساعدوا ويساهموا وينهضوا بهذه الفكرة بهذا المشروع.
مشروع قرية أريد العلمية، فموضوع الـ يعني موضوع الدعم من القرية، موضوع التأليف، موضوع نشر الكتاب، موضوع الطباعة، كلها أمور قابلة أن تتحقق. يعني نحن نحققها الآن عن بعد، ليس شرطا عن طريق القرية. يعني هذه الخدمات التي تقدمها منصة أريد حاليا، ولكن مشروع القرية هو عبارة عن بيئة تجمع بين النخب العلمية مع الفكرة العلمية مع الزراعة مع المكان، مع حقيقة أكثر من عنصر في مكان واحد. يعني أنا الآن أشوف اللينك اللي يعني من لديه الرغبة بالاستثمار في هذه القرية. إلى الآن 8 أشخاص أبدوا استعدادهم لأن يدخلوا كشركاء ومستثمرين في هذه القرية. إحنا حقيقة الفكرة أنه حتى الذي سيستثمر يعني نطمح أن يكون من النخب العلمية، يعني من ينتمي للحركة العلمية للناطقين بالعربية. يعني ليس الهدف أي مستثمر، وإنما أن يكون ضمن النطاق العلمي ضمن البيئة العلمية، فهذا الذي نطمح له بإذن الله تعالى. إن شاء الله كلكم أهل خير وفضل وإحسان، يعني ونرحب بالجميع من أعضاء منصة أريد الذين ينتمون إلى هذه البيئة العلمية. طيب، نأخذ يمكن مشاركة أخيرة لأن تأخر الوقت. إذا في استفسار أخير، مداخلة أخيرة، مشاركة أخيرة، تفضل تفضل ياخذ صفة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيك. يمكن بروف دكتور بروف، نعم قاسم، نعم قاسم تفضل. يحيى راح أحاول. تفضل بروف. يمكن أعطاه الصلاحية لسعادة البروفيسور. يمكن فتح المايك بروف يحيى، بروف قاسم. نعم، أنا ضغطت على المايك. نعم. طيب، إن تعذر الأمر يمكن نأخذ مشاركة أخرى. لو في مشاركة أخرى أم ما في؟ طيب، يمكن الدكتور معاذ لو حابب تختم بشيء. تفضل دكتور معاذ، إذا حابب نختم هذه الجلسة تفضل. حياك الله دكتور سيف، الله الله يبارك يحييك فيك ويبارك فيك. وبارك الله بك الحضور والمشاركات الحقيقة والمداخلات، وأيضا شفت أسئلة على الشات، فيحتاج لنا يعني أنا حسب رأيي يمكن يشاركوني بي، يحتاج لنا فضاء إعلاني أكثر على هذا الجانب تحديدا، ومسألة فتح الاستثمار وتطوير العمل أكثر و إقامة حقيقة الندوات والمؤتمرات والملتقيات في هذه القرية. هذا أكيد راح يوفر يعني تسويق، خلينا نقول هادف أكثر مما يكون في يعني ندوة مبسطة أو لقاء عبر الزوم، وإن كان هي هاي البدايات. دائما البدايات تكون يعني بسيطة وتبدي تكبر بالمراحل، فحقيقة مشروع رائع ولا أروع بالنسبة لي. بما أننا صديق للبيئة، بما أننا استثمار دائم، مثل ما أيضا تكلم زميلنا الدكتور الله يبارك فيه المختص بالجانب يعني الاستثماري، يعني إن هذا الأمر هو فيه يعني خير متعدي، يعني ما يستثمر لشخص واحد أو ل يعني جهة معينة أو يعني خلينا نقول منظمة أو جمعية أو كذا، وإنما هذا فيه خير متعدي، فالكل ممكن أن يساهم به ويضع بصمته، وممكن حتى يساهم في تطويره من خلال يعني أكيد لازم يكون هناك قسم البحث والتطوير، يعني ريسيرش أند ديفلوبمنت، يعني ديبارتمنت يستقبل الأفكار الحديثة يطورها يضيفها. فإن شاء الله كل التوفيق دكتور، ونلقاكم في ملتقيات أخرى بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا بروف، بارك الله بيك. جزاكم الله خير ما تفضلت فيه. حقيقة البروف بارك الله. بروف الدكتور قاسم يحيى يسأل، أقول أنا حبيت أسأل عن وضع إمكانياتي المعرفية وخبراتي في الزراعة المحمية للقرية. جزاك الله خير دكتور. ممكن إذا أمكن أن تتواصل معنا، يعني إذا عندك الإيميل أو رقم الهاتف، أو ممكن نضعه في اللينك
يعني حتى يكون هنالك اتصال مباشر مع جنابكم الكريم. وحقيقة نشكرك كل الشكر على هذه البادرة الطيبة بتقديم ما لديك من معارف وإمكانيات في موضوع هذه القرية، وهذه من الأمور حقيقة اللي تبشر بخير. وحقيقة هذا الهدف، أننا نجمع الباحثين الذين يشاركوننا نفس الهم، والعلماء والخبراء، كيف يمكن أن يسهموا في إنجاح هذا المشروع. أنا لا أقول حاليا هو في طور الفكرة، لأن احنا يعني بدأنا في التنفيذ، يعني بدأ التنفيذ في هذا المشروع، ليس فكرة وإنما مشروع. في شوط تم إنشاءه وقطعنا فيه شوط، وباقي شوط آخر، فأي شخص يمكن أن يساهم بأي شيء يمكن في هذا المشروع، اللي هو كما قلنا مشروع من المشاريع البينية. أي أكثر من شخص، أكثر من تخصص، أكثر من خبير يستطيع أن يسهم في هذا المشروع. طيب نأخذ مشاركة أخيرة للأستاذ معاذ. تفضل أستاذ معاذ، إذا حاب تضيف شيء في النهاية حتى نختم إن شاء الله تعالى. عفوا أستاذ المغذوي، أستاذ عماد المغذوي، تفضل إذا حاب تضيف شيء. أستاذ عماد، حياك الله دكتور سيف، الله يبارك فيك. والله الله يبارك. أبدا، لكن أنا حقيقة أكثر شغف بالنسبة لي لهذا المشروع هو المساهمة من الجميع. الشيء اللي دائما يؤثر أن نقرأ قصص عند أمم أخرى ونتغنى بها ونتكلم بها في مجالسنا، لكن نجد عند التطبيق نجد أن الكل يعني يستأثر بنفسه ويستأثر بربحه ويبتعد، وكأنما قاله في الديوانيات هذا لا شيء. فلذلك أنا حقيقة هذا أكبر شغف بالنسبة لي أن نعمل، وأن يكون لأنه هذه المعرفة اللي عندنا جميعا هي من الله لنا سبحانه وتعالى، فالمفروض أن تكون متاحة للكل ولا أن تكون غالية ولا بعيدة عن المنال حتى يعظم أرباح أشخاص. لذلك أنا أؤكد على هذه النقطة، والنوايا مطايا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نوايانا خالص الوجه الكريم، وجزاكم الله خير. شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله بك. احنا الان في 10 اشخاص ابدوا استعدادهم للدخول كمستثمرين في هذا المشروع، من 2 من المملكه العربيه السعوديه، من الامارات شخص، من المغرب شخص، من البرازيل شخص، من الجزائر 2، من مصر، من السعوديه 3، من السعوديه ما شاء الله الرابع. يعني تقريبا عندنا 4 من المملكه العربيه السعوديه، وان شاء الله تعالى يعني نحاول يعني اكبر قدر ممكن اشراك من يهم الموضوع بالاستثمار أو حتى في الإسهام المعرفي وإنهاض هذا المشروع. بارك الله بكم وشكرا جزيلا لكم، ونعتذر عن الإطالة، وإن شاء الله يوم غد فعاليات جديدة ويوم حافل بإذن الله تعالى، يعني من فعاليات المحفل العلمي الدولي في يومه الرابع. الأخوة اللي يسألون، طبعا اللينك تم وضعه في الشات على موضوع التقديم على طلب الاستثمار حتى يتم التواصل معكم بشكل خاص وإعلامكم بالتفاصيل الاستثمارية بهذا المشروع. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل وعليكم أستاذ السلام صفا. ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم وفي زادكم علما وفضلا إن شاء الله. نعم، وصلنا إلى ختام محاضراتنا لهذا اليوم، نلتقيكم على خير إن شاء الله غدا في يومنا الرابع. كل الشكر والتقدير لكم حضورنا الكريم. بخصوص الشهادات، سيتم وضع رابط فيما بعد، هذا الرابط يوضح كيفية تحميل والحصول على الشهادات على اليوتيوب، سيتم وضع الرابط على الشات إن شاء الله في الأيام القادمة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.